من فريق العمل، من المخرج فرانسوا زيدي، ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي ام تي في بلبنان وبالعالم، وحلقة جديدة بموضوعية. كل شيء ينهار أو يكاد، فالأمن بالتراضي وبتبويس اللحى، والاقتصاد معلق بسلسلة انتقلت إلى جلجلة مجلس النواب بعد جلجلة طويلة في مجلس الوزراء، والنأي بالنفس أضحى شعارا من الماضي لحكومة تصريف أعمال، والاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة مؤجلة إلى ما بعد العودة من القمة العربية في الدوحة، أو ربما إلى ما بعد انعقاد طاولة الحوار في بعبدة. أما الانتخابات النيابية التي كم أهدرنا من الوقت للحديث عن مشاريع قوانينها، فما عاد أحد مقتنعا حتى بالحديث عنها. فماذا بعد؟ وهل صحيح أن ما كتب قد كتب، وأن الغاية الأساسية من كل ما حصل ويحصل هو إيصال البلد إلى حال الفراغ وعلى كل المستويات؟ وهل سيتحقق هذا الفراغ الكامل الشامل القاتل، أم أن اللبنانيين سيعون خطورته ويتجنبون تجرع الكأس المرة؟ وفي الانتظار، ماذا عن الوضع الأمني المتفجر حينا والمتفلت دائما، من طرابلس إلى صيدا إلى بيروت إلى عرسال، واللائحة تطول ولا تنتهي؟ وهل كرة النار السورية ستنتقل في النتيجة وفي النهاية إلى قلب لبنان؟ عن كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة في حلقتنا الليلة، وفيها يسرنا أن نستقبل القيادي في تيار المستقبل، النائب السابق الدكتور مصطفى علوش. مساء الخير دكتور علوش. وأيضا يسرنا أن نستقبل في الاستوديو العميد الدكتور أمين حطيط. مساء الخير دكتور حطيط. أهلا وسهلا. وينضم إلينا من طرابلس مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال. مساء الخير سماحة الشيخ. مساء الخير لك وللجميع. شكرا لك. ومن جبل محسن ينضم إلينا عضو المكتب السياسي في الحزب العربي الديمقراطي الأستاذ علي فضة، الذي حل مكان السيد رفعت علي عيد المعتذر عن عدم المشاركة بسبب سفر مفاجئ. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور. أهلا أستاذ وليد ضيوفك. شكرا لك. ونشير إلى أننا سنكون طوال الحلقة مع أسئلتكم عبر تويتر وفيسبوك، ومع مداخلاتكم الهاتفية عبر الاتصالات المباشرة. دكتور علوش، سأبدأ معك قبل ما نفوت بالواقع طرابلسي، بالوضع اللبناني ككل. اليوم كتب رئيس تحرير جريدة الحياة الأستاذ غسان شربي، بيقول نجيب ميقاتي، يعني طبعا رئيس نجيب ميقاتي، أنقذ نفسه من حكومته، وعلى اللبناني الآن أن ينقذ نفسه من المجازفات القاتلة. هل تعتبر حقيقة أن الرئيس نجيب ميقاتي أنقذ نفسه من حكومته؟ أنا بالحقيقة من السنة الماضية على قبيل قصة تمويل المحكمة وتلويح الرئيس ميقاتي بالاستقالة، كتبت حتى بأحد المقالات وقلت أنه يوم اللي بده يستقيل الرئيس نجيب ميقاتي معناته أنه نظام بسوريا قربت نهايته. حقيقة الشيء اللي رددته على المدى اليومين الماضيين، رئيس ميقاتي على مدى 3 أو 4 أشهر الماضيين كان عم يبحث عن مخرج، والمخرج عن مخرج من هذه الحكومة، من هذه الحكومة، ومخرج من المأزق. والسبب الرئيسي بالحقيقة مش عدم الإنجاز المحلي ولا قصة الخصومة مع المحيط تبعه إلى آخره، ما أنا هيك الحقيقة. أنا قناعتي أنه يأس من استمرارية القوة أو التجمع على المستوى الإقليمي اللي جابوا بالأساس على سدة الرئاسة، فاعتبر انه هيدا طوق نجاة، خليني اطلع هلا احفظ ما تبقى من ماء الوجه على الاقل على المستوى السياسي، ويعني عد للمرحله القادمه بناء على اني انا عملت انجاز. هلا اذا بتروح على يعني هيك بتشارك النائب العماد ميشيل عون يلي قال او اعتبر الاسباب التي ادت الى استقاله الرئيس ميقاتي اسباب تافهه، هيك وصفها.
أنا ما بعتقد إنه الأسباب تافهة. الحقيقة فراغ على بمكان رئاسة قوى الأمن الداخلي وبتداعياتها. نحن ما عم نحكي، نحن منا قاعدين بسويسرا، نحن قاعدين بلبنان وبنعرف شو معناتها التفاصيل هذه كلها سوا. مسألة قانون الانتخابات والهيئة المشرفة كمان منها تافهة، ولكن أنا برأيي حدثت أمور أكثر أهمية أيضا بالسابق، وبالأخص قصة اغتيال. يعني حتى منلاحظ أنه ما بدكم تعطوه حتى إذا بدك أنه هالشرف الخروج المشرف للرئيس ميقاتي، يعني هجمتوه بالأول وهلأ عم تهجموه بنهاية هذه المسيرة. يعني أنت لما بتغرق بالخطيئة المميتة ساعتها ما في مطهر بيطلعك منها. أنا بالنسبة إلي شو يا دكتور ماشي. الخطيئة الأصلية اللي ارتكبت هي قبول التكليف، نقطع السطر وبالطريقة واللي حكينا وحذرناه وقلنا له بكل معنى الكلمة أنه أنت لوينك رايح وبكرة اللي أنت بس ما عمل مطهده مثلا بالمحكمة الدولية، ما عمل مطهده أيضا بالحفاظ على اللواء أشرف ريفي وعلى أبل اللواء الشهيد وسام الحسن. ما بدي أقول كلمة اللي بتثبت بها، بس بصراحة الخطيئة الأساسية بيت الشعب، غير بيت الشعب، أصدق بيت الشعب بلا ما يتصدق يعني لك الله. المبدأ الأساسي هو أنه الفعل الكبرى هي اللي أدت. يعني أنا بالنسبة لي، وقد لا أتشارك بالرأي مع كثير من الناس، ولكن أنا بالنسبة لي ضرب للمنطقة الديمقراطية، ضرب لخيانة الناس اللي تحالفوا وياهم وإجوا على سدة الرئاسة، وبنفس الوقت عطى فرصة إجمالا لتقرر أنه قرار رئاسة الوزراء لا يتعلق بالمنطقة الديمقراطية وبيطلع من مكان واحد هو بحارة حريك. ونتذكر وقتها هالقضية كلها تسوى. أنا بالنسبة لي مش بالمعطى الطائفي هالقصة هيدي ولا بالمعطى المذهبي، آخر همي هالموضوع هيدا، ولكن بمعطى أنه حزب واحد بقلب بلد ما بالضرورة هو بيمثل الأكثرية البرلمانية يقوم بقرار وبيعين هو رئيس الوزراء. دكتور حطيت يعني قال عدة أمور، يمكن الأمر الأول يلي انطلق منه يتعلق بأنه ربما استشعر الرئيس نجيب ميقاتي أنه في تبدل أو أنه الأحوال بسوريا إلى تغير وتبدل. هل تعتبر حقيقة أنه هذا اللي قاد الرئيس نجيب ميقاتي إلى الإقدام على خطوة الاستقالة؟ بداية نهنئ الأخوة والأهل جميعا في لبنان وفي كل العالم بعيد البشارة، وهو عيد من حظنا ومن فألنا الحسن أنه يكون عيد جامع للمسلمين والمسيحيين، لأن السيدة مريم عليها السلام لم تكرم في المسيحية أكثر مما كرمت في الإسلام، وبالتالي فهو عيد للجميع ومبروك للجميع هذا العيد. شكرا. والتهاني للجميع. أما بالنسبة للاستقالة وكل الأمور التي طرحها الأخ الدكتور مصطفى، بداية أنا قلت من اللحظة الأولى أن الرئيس نجيب ميقاتي هو نمط خاص من رجال السياسة الذين يتقنون الابتزاز السياسي، وهو في مواقعه أو في الوصول إلى رئاسة الحكومة في المرة الأولى والمرة الثانية لم يكن الرجل الذي يقع عليه الاختيار الحر السليم، إنما كان رجل الصدفة، سواء في المرة الأولى في 2005. بس بالمرة الأولى كان مطلوب، كان رجل مثل الرئيس نجيب ميقاتي، كان رجل، وبالنتيجة أيضا أشرف على الانتخابات النيابية بشكل كتير منيح. أسوأ انتخابات نيابية. لا عم تحكي قانون أو من ناحية التطبيق. أنا بالموضوع هذا رأينا بالنسبة إلى الرئيس نجيب ميقاتي في توصيفنا أنه في الحكم رجل الصدفة، وفي ممارسة الحكم هو يتقن الابتزاز. في هذا الموضوع لندخل مباشرة من النقطة التي بدأ بها. هيك كان الرأي في يوم كلف للمرة الثانية يما كان حاجة. يعني دائما عندما يختار الإنسان أو يتخذ قرار
الأفضليات هون منفوت على القانون كيف منقول، بتنقي أولا بين الحسن والأحسن، هذه فئة، وبتنقي بين الحسن والأسوأ، وبتنقي بين السيء والأسوأ، وبالتالي وقت اللي نقوه وين بأي معيار أو بأي يعني تصنيف كده. أكيد أكيد ما كان الاختيار اختيار حر، ولو كان الاختيار حر ومريح كان الوضع لما كان اختياره ناجزا. دكتور علوش حكي عن الاختيار ربما يعني ربط الأمور بحادة تحريك. لا لا لا، هل يعني هل الاختيار من حادة تحريك لم يكن اختيارا حرا؟ لا اختيار حر، لأنه أنت بتعرف أنه حتى بالعقود بالمنطق القانون المدني العادي كلمة الحرية العقدية مش موجودة عنا. في عندك ظروف وبيئة، لما أنت كنت بحاجة لعدد من النواب لتشكل أكثرية، وهذا الصوت المرجح لتشكيل الأكثرية يتمسك بهذا الشخص أو لا أحد، فأنت تكون بين خيارين، الخيار الأول أن تكون مع هذا الصوت المرجح في اختياره، والخيار الثاني أن ترفض هذا الصوت المرجح. يعني برأيك الوسطيين هن اللي حكموا بهذا الموضوع؟ الوسطيين هم الذين حكموا وابتزوا حكم وابتزاز. وبعد ذلك في مسألة التي طرحت أن نجيب الميقاطي استشعر خطرا من الموضوع السوري فحاول أن يغادر المركب قبل غرقه، طبعا هوني أنا بخالف دكتور مصطفى مخالفة 180 لا برأيك أنه المركب السوري من الخطأ حتى الآن في توصيفنا ينبغي أن نقف عند عنوانين. العنوان الأول، أمريكا الآن دخلت بثقلها كلها وتستعمل ورقتها الأقوى كلها وتلقي بسلاحها الثقيل كله، عندما أتى أوباما ليحشد المنطقة كلها ضد سوريا، وشوف السلسلة اللي عملون أوباما. إيه أنا بقول لك الآن دخلت المرحلة السورية مرحلة الخطر الشديد وأبلغ. شو يعني مرحلة الخطر الشديد؟ يعني اليوم السنتين اللي راحوا في مخاطرهم لا يوازوا 3 أشهر اللي جايين في المسألة السورية. يعني حسمين برأيك؟ أنا بتصور أنه هي مرحلة فقط. لا هذه مرحلة تحديد الاتجاه النهائي للموضوع السوري. فبالتالي الرئيس نجيب ميقاطي في هذا الإطار يعود يتخذ قراراته انطلاقا من طبيعته هو. لو كان رجل سياسة مبدئي منطلق من قواعد عقائدية مبدئية فإن البيئة المتغيرة لا تغيره، ولكن الرئيس نجيب ميقاطي هو رجل أعمال ورجل مال. أنا كتبت في هذا الموضوع يعني برأيك أنه مصلحته هي بتحدد كتبت في هذا الموضوع الخائف على ملياراته لا يبادر، ليس هذا اليوم، من سنتين كاتب الخائف على ملياراته لا يبادر. الرئيس نجيب ميقاطي برأينا لم يتخذ قرارا بالاستقالة من تلقائه، وهذه الذريعة بمسألة رئاسة أو مديرية العامة للقوى الأمن الداخلي أو الهيئة العليا للاستشارات أو للناظمة للانتخابات، هذه ذرائع. الحقيقة أنه تلقى أمرا في سياق التحشيد الأمريكي في المنطقة ضد سوريا، وبالتالي هو استجاب لأمر أمريكي فاستقال. وأكثر من ذلك، حتى يعني كنت بتمنى عليه إنه ما يغلط هالغلطة الفضائحية، أنه استقال ثم ذهب بزوجته ليقوم بسهرة تنتظر فيها السفيرة الأمريكية كونيلي. بس هيدي كانت معدة قبل ليقدم جنرال هيدي ليقدم هذه السهرة كانت نتيجة منظمة قبل ذلك ليقدم يكون له مرتب ما في صدف وليقدم لها تقرير الاستقالة ويقول لها اشهدوا لي عند الأمير إني أول من رميت. على كل حال دكتور علوش رح ارجع اشوف هيئتك عم بتنفخ بصراحه. انا ما بقى فيني بقى اشمت بالرئيس ميقاطي بصراحه. انا منزعج تماما لحل شغله. حذرناه من المساله واكثر من مره انه رايح مع مجموعه من الجاحدين اللي باي لحظه ما بتنفذ اوامرهم مثل ما بدهم 100% رح ينقلبوا عليك ويسموك بالنعوت اللي هلا عم بسمعها هلا، خائن،
ومتواطئ وينفذ الأجندة الأمريكية. لا يا حبيبي، بعدين أنا بدي أقول لك شغلة، ما بالضرورة رجل الدولة يكون عقائدي. العقائد انتهى أمره، وكل مين بده يقول لي أنا عندي عقيدة جامدة ما بتتغير، أخذ الناس على الانتحار. رجل الدولة هو اللي قادر يعمل تسويات، اللي قادر يشوف وين مصلحة بلده. أما اللي بدي يقول لي أنه أنا ماشي هيك مثل الترين، معناتها بده يفوت بالحيط. طيب هذا رح نرجع نتابع معكم هالحوار فيما يتعلق بالحكومة، بس بدي انتقل قليلا لعند الشيخ داعي الإسلام الشهال. مساء خير مرة تاني سماحة الشيخ. مساء الخير لكم مرة أخرى كبيرة. شكرا لك. يعني بدي أسألك السؤال الأول يلي كل الناس عم تسأله، أنه تنفجر في طرابلس الأمور، الوضع الأمني خصوصا، ثم ينتشر الجيش، يعود الهدوء، وثم بعد قليل نرجع إلى النغمة القديمة أنه عاد القنص ثم عاد القصف ثم عاد سقوط الضحايا. لا أساسا لماذا تهدأ في طرابلس ولماذا تنفجر؟ تهدأ في طرابلس وتنفجر لأن التجارة في هذه الأيام كثيرة ومتنوعة وبأيدي متشاكسين ومتنابذين، والذي يدفع الثمن هو طرابلس لأنها تشكل في هذه الأيام حجر عثرة أمام مشروع خطير، فيراد إضعافها و تشتيت شملها وضرب اقتصاد البلد ككل من أجل أن يروض الجميع وأن يخنع الجميع لهذا المشروع والقائمين على هذا المشروع. للأسف الشديد طرابلس تدفع الثمن أمنيا واقتصاديا وسياسيا كذلك. هي المدينة الثانية لكن لا اعتبار ولا تقدير ولا اهتمام لا في الجانب الأمني ولا في الجانب الإنمائي ولا غير ذلك. طب هذه هي النتيجة سماحة الشيخ، لكن أنا سألت عن السبب، يعني وصفت النتائج المتعلقة بالوضع القائم في طرابلس، لكن ماذا عن السبب الحقيقي الكامن وراء تحول طرابلس شيئا فشيئا إلى جبهة شبه مشتعلة دائما؟ السبب الحقيقي أنا قلت بأن طرابلس تشكل والسنة عموما يشكلون رأس حربي في مواجهة مشروع خطير. هذا المشروع يشكل فيه النظام السوري حجر الأساس، هذا النظام الذي يتهاوى ويتساقط وينهار ساعة بعد ساعة. يراد تصدير أزمة ومشكلة النظام السوري إلى لبنان، وطرابلس خصوصا كونها تشكل كما ذكرت رأس حرب في مواجهة هذا المشروع. يعني أنت تتهم سوريا مباشرة سماحة الشيخ؟ أتهم أن النظام السوري والإدارة الإيرانية وحلفاء النظامين في لبنان وأذناب هذين النظامين. طب المعالجة اللبنانية، أي المعالجة اللبنانية انطلاقا من هذا الواقع، هل تعتبر أنها معالجة نهائية وجذرية هذه المرة، أو أننا سنعود كالعادة إلى لغة القنص ثم القصف ثم سقوط القتلى والجرحى؟ لا، بكير بعد. النهاية مع سقوط هذا النظام وربما بعد ذلك بعض الوقت. يعني طالما أن هذا المشروع لا يزال يلوح وأمل النظام الإيراني والنظام السوري وحلفاء هذين النظامين في لبنان، من الطبيعة أن تبقى الأوضاع الأمنية متوترة والأوضاع الاقتصادية متردية والتناوذ السياسي والتجاذب السياسي قائما. هذا هو الوضع الصعب الذي نعيشه في لبنان للأسف الشديد، خاصة مع وجود زعامات سنية سياسية ضعيفة غير آبهة للطائفة على وجه الخصوص وللبلد بوجه العموم وعلى طرابلس بوجه أخص. من تقصد سماحة الشيخ، من تقصد بالزعامات السنية الضعيفة؟ بصراحة أقصد
عامة الزعامات السياسية، لا أكاد أستثني أحدا، خلينا نكون صريحين، جميع الزعماء السنة اليوم في لبنان تعتبرهم أنه في دائرة الضعف وعدم اتخاذ القرار. عامة الزعامات خاصة الزعامات الكبرى التي بيدها المال وبيدها المفاتيح وبيدها القرار، التي جعلت نصب عينها الكراسي والأموال، هذه هي المشكلة هذه المصيبة التي نعيشها. وأنا وضعت في ذهني وفي بالي أن أصارح الشعب اللبناني ثم الطائفة السنية على وجه الخصوص بعض هذه العناوين من دون أن أدخل بتفاصيل، لأن التفاصيل يعيشونها يوميا في إدارة الظهر وفي الإهمال وفي الأنانية، لا مبالاة، لا اهتمام، لا إنماء، يقاسمون أي يقاسمونهم، يقسمون ظهورهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لقمة العيش يضيقونها عليهم. يعني أنا لا أعاتب الخصم ولا أعاتب العدو ولا أعاتب من لا يعنيه الأمر. عموم الزعامات تهتم بالبلد، للأسف كذلك تهتم بالبلد بشكل عام بدرجة ثانية بل ثالثة أو رابعة، بينما زعامات السنة ما أدري هي تهتم بالبلد ولا لا، ما بدي أطعن فيها في هذا المجال، لكن على الأقل لا أستطيع أن أشهد لها بالزور بأنها تهتم بطائفتها. نحن ندفع ثمن الإهمال، ثمن اللامبالاة، ثمن أنانية من زعامات السنة. شكرا لك. يجب أن يكون هذا واضحا ومعروفا، وما نعانيه في طرابلس من وضع اقتصادي صعب ووضع أمني صعب هو بسبب هذه الزعامات السياسية على وجه الخصوص، وطبعا هناك أسباب أخرى. دكتور علوش، يعني في اتهام مباشر. أنا بحقيقة يعني سمعت الشيخ صديق وأنا بحبه كتير وبحترمه، لكن أنا برأيي يجانب الصواب بهالموضوع. هلا الحقيقة منه بهالشكل هذا، وأنا برأيي من وقت هلا نستفيد من غياب أو من ظرف معين وظرف لنطلق الشعارات الشعبوية لحتى نقدم أو نحاول أنه نعمل زعامات بديلة بالوقت الحالي على شعارات ما كتير لا بتقدم ولا بتأخر، خاصة هو مطلع تماما على الظروف والأمور اللي مرقت على السنوات الماضية من المراجع المحلية والمراجع الخارجية اللي سمعته كمان هو بيعرفها وكل شيء. يعني أنا بتصور أنه من الإشحاف القول هيك، وبالآخر أنا برأيي أنه مصلحة أي طائفة بلبنان هي بمصلحة البلد كله تساوى، ولما بيصير في تسويات من أجل بقاء البلد لا نطمح إلى أي زعامة. ماشي ماشي، أنا ما أنا كمان برأيي نحن نعاني من الضيم، نعاني من الضيم بكل معانيه، وللأسف الشديد يعني ليس هناك من مقومات أصلا للزعامة. نحن نحاول أن ندافع عن أمن البلد وعن وضع الطائفة المزري لا أكثر ولا أقل، حتى يعني صرت أفكر بشكل جدي بأن يعني أعلن موقفا وبيانا وأشرح فيه بعض المواقف، وربما نعتزل هذا الشأن دون أن نقصر في الواجب تجاه الشعب الفقير المسكين. يعني برجع بقول لك الفرق بين من يفكر كرجل دولة ويشتغل على أساس رجل دولة وبين اللي يعني المعطيات يا أما منها كاملة أو منه مقتنع فيها هو فرق كبير بالتأكيد. برجع أنا ما عندي شك أنه سمحت الشيخ داعي الإسلام عنده يعني نوع من الإحباط ونوع من الانزعاج الكبير. لا أبداً. طيب، من الانزعاج الكبير انزعاج من اللي حاصل. ولكن بنفس الوقت أنا بقول لك نحن بالنسبة لنا مصلحة كل الطوائف أو كل المواطنين لأي طائفة تنتمي هي مصلحة البلد كلها تسوى. فلما أنت بتقعد بتعالج وبتفوت بتسويات بتعتبرها أنه أو تعتبر بعض الأحيان هي مشحفة بحق طائفة، بالحقيقة كمان هيدا الرؤية بدك تكون أوسع بكتير من المحيط اللي الواحد عم يطلع عليه. مصلحة السنة في لبنان أنه يكونوا ببلد مستقر
وآمن وبلد في قدرة على أنه الناس تروح على شغلة وتقدر تطلع لقمة عيشة بدل ما تكون مرهونة لا لزعيم ولا لأي أيضا كمان زعماء الحارات والشوارع اللي عم ينبتوا بالوقت الحالي. بس هيدا اللي عم بيطالبوا فيه أنه الوضع الآمن. ما هيك الأمنيون والسيسة هم الذين جاءوا بزعماء الحوائر. صحيح صحيح مزبوط مزبوط. هيدي كلمة يا دكتور. أنا ما عم وجه السهام لشخص يا دكتور حتى أنا يعني لا يكون عندنا حساسية. أنا ما عم وجه السهام لشخص معين. أنا أقول بكل تجرد ببرنامج موضوعية بأن زعماتنا السنية أنا برأيي بكل تجرد وخلص أنا يعني غير محبط ولا أقبل الشيء من هذا الأمر لأن تاريخي يدل على أنني باللحم الحي وأنا أعزل بكل معاني القوة المعروفة أواجه بكلمة الحق وبقناعتي وإيماني أي شيء أخلفه بإذن الله عز وجل. بكل تجرد وموضوعية زعماتنا الزعامات الأخرى على الأقل لم تقصر في حق مصالحها وحق مصالح حزب أحزابها وحق مصالح طوائفها وإن ادعت الوطنية وقصرت في ذلك. أما زعامتنا فلم تنجح بحق لا في الشأن الوطني ولا في الشأن الطائفي. هذا ما أريد أن أقوله في زمن ندفع الثمن غاليا كاللبنانيين وكأهل سنة ندفع الثمن غاليا جدا. الآن ما في مجال يعني نمشي الأحوال لأننا صرنا في نعيش منعطفا خطيرا ومرحلة جديدة خطيرة جدا. سمحة الشيخ هذا الثمن الذي تكلمت عنه هل هو ثمن غياب الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبالتالي اغتيال الرئيس الشهيد؟ أكيد الرئيس الحريري كان يقوم بدور عظيم جدا وكان يغطي كثيرا من المساحات ويؤدي دورا عظيما محليا وأقليميا وبعلاقاته المعروفة. أنا بكل الأحوال لا أحمل الإنسان أي إنسان أو أي حزب فوق طاقته. أنا أتكلم بالمعقول والممكن. المعقول والممكن كان يمكن أن يكون أحسن من هذا بكثير إذا ترفعنا عن الأنانية والمصالح الخاصة وأن ننظر إلى الجانب المال والسلطة بدرجة رئيسية. يجب أن ننقد أنفسنا نقدا ذاتيا. الرئيس ميقاتي يعني أكلوه لحمة ورموه عظمة. الرئيس ميقاتي أساء جدا وقلت هذا الأمر من أول ما كلف. أساء جدا إلى نفسه وإلى الطائفة وغطى كثيرا وكثيرا من ما نريد أن ندخل بالتفاصيل. الرئيس الحريري من قبله كذلك يعني للأسف الشديد كان بغنى عن كثير من الخطوات وعن كثير من المواقف وكان يمكن أن يؤدي دورا أكبر وبشكل أحسن. أنا أقول بكل تجرد الأولوية لم تكن لا للبلد ولا للطائفة السنية. أنا هذا برأيي وبحسب ما رأيت الأولوية للمال وللسلطة. شكرا لك سمح الشيخ. طبعا رح أرجع لعندك بس بدي أسأل أستاذ علي. أستاذ علي طبعا استمعت إلى سمح الشيخ وخصوصا إلى الموقف وقت اللي سألني بالبداية يعني عن الأسباب التي برأيه أنه تؤدي إلى هذا التوتر الدائم. تحدث عن دولة سوريا ودولة إيران. ماذا تقول في هذين الدورين وهل صحيح أنه ما يحصل هو نتيجة المعادلات الإقليمية أو أنه طرابلس وتحديدا باب التباني وجبل محسن تحولا إلى نوع من أنواع الساحة لهذه المعادلة الإقليمية العربية المعقدة؟ أستاذ وليد برجع بمسيك ومسي ضيوفك الكرام. شكرا لك. بداية هناك استغراب فضيلة الشيخ والدكتور مصطفى أو فضيلة الشيخ تكلم عن هواجس للطائفة السنية وحرمان للطائفة السنية الكريمة. طب إذا كانت الطائفة السنية الكريمة هي أمي، الطائفة السنية الكريمة هي أغلبية في هذا الوطن، الطائفة السنية الكريمة على امتداد العالم العربي والإسلامي تشكل أكثرية ويتكلمون عن الحرمان وإلى ما هنالك من الوجع بين المزوجين. طيب فما بالكم بأقلية لا تتعدى 4% من سكان مدينة طرابلس أمنها مهدد، نوابها مسروقين، وظائفها مصادرة، ودائما تحمل المسؤولية تجاه هذا الترك الأمني والتمادي الأمني التي وصلت إليه المدينة. أنا أتفق مع الشيخ
لأن طرابلس غائبة تماما عن خارطة الدولة الإنمائية والاجتماعية والاقتصادية. وأتفق معه أيضا بأن هناك مشروع محدق في طرابلس أو يحدق لطرابلس، ولكن لا أتفق معه في ارتباط الأزمة السورية بالوضع اللبناني بالشكل الذي المبالغ فيه. يعني بمعنى أوضح، اليوم طرابلس جغرافيا، ولا نستطيع فصل الجغرافيا عن السياسة أو حتى عن الأمن، مرتبطة ارتباط وثيق بسوريا، ولكن سوريا هناك صراع أمم، في سوريا هناك توازنات قوى عالمية، في سوريا هناك دول تتصارع وتدعم وتقف، هناك روسيا في المقابل أمريكا، هناك صادرات لروسيا تقدر ب 400 مليار دولار إلى أوروبا، لن تقبل ولو أبادت نصف العالم أن تذهب، عداكن عن الأمن القومي وعن التوازنات وعن التحالفات وإلى ما هنالك. من المستغرب في مكان أن يحدد مصير نظام بمنطقة جبل محسن ومحيط جبل محسن، كان باب التباني أو الريفا أو إلى ما هنالك، والذي يدفع الثمن دائما هم أبناء هذه المدينة على حساب اقتصادهم واجتماعهم وحياتهم وتربيتهم وعداك عن الأوجاع الكثيرة التي تمر اليوم في ذهن المواطن الطرابلسي. إيه بس البعض بيقولوا أستاذ علي، البعض بيقولوا إنه في هذا المجال أستاذ علي، البعض بيقولوا إنه المشكلة إنه ربما النظام يستعمل طرابلس أو جبل محسن أو باب التباني، النظام السوري هون عم بيحكي إنه وكأنه ورقة في هذا الصراع. أستاذ وليد، إذا البعض دائما كان يطرح معادلات جبل محسن مقابل أي حدث، فتارة جبل محسن مقابل عرسال، وأخرى مقابل تلكلخ، وأخرى مقابل قصير، وأخرى مقابل عبرة، ومن ثم ضاحي جمالي مقابل ضاحي جنوبي، وطريق الشام يمر بجبل محسن. نحن بجبل محسن ما حنصدق حالنا أن ستالينغراد، يعني اللي هي موسكو اليوم. دائما ما حدا في يعطينا أوامر أستاذ وليد وللجميع، ولا حدا بيقدر بيستعملنا بالدفاع عن نفسنا. نحن اليوم حزب سياسي، جزء من تحالف سياسي عريض على الساحة اللبنانية. موقفنا لن نبنيه نظرا إلى تأمل مرحلة وفق مستجد من تطورات على الساحة، بالنسبة لأنه هو قناعة راسخة مسلمة مجربة لا تقبل المناقشة، وعقيدة سياسية لا تقبل التشكيك. نحن في بلد ديمقراطي، لكن مواطن لبناني. انطلاء من هون، شو سبب أنه الأحداث التي تحصل والتي تعاد وتتكرر، شو السبب بالنسبة لك؟ هي المعادلات التي تحدثت عنها، هي المعادلات التي تحدثت عنها. اليوم جبل محسن يعتبر حجر عثرة مقابل قيام مشروع هم لم يخجلوا يوما من التصريح عنه. شو هو هالمشروع؟ تارة إمارة، أنا بدي دولة مدنية ما بدي إمارة، أنا لي حق يكون عندي موقف. تارة معادلات توازنات قوى مفروضة على حساب جبل محسن. مين بده إمارة؟ تارة بدهم يقبعوا جبل محسن، ساعة بدهم يشيلوا جبل محسن. أستاذ وليد، نحن اليوم أعيد وأكرر، وهذا ما أقوله، نحن نقول سنة عم تدمروا طرابلس، بتقلي الإمارة بالعهد النظام السوري. يا شيخ يا شيخ، هلا حلوة بحقك أربع عهد النظام السوري إنه عم يدمروا طرابلس لك يا شيخ. من عهد هلا لا لا ما تخدرونا إنه أنتم أكثرية، ما تخدرونا إنه أنتم أكثرية وبعدين بتكون تهلكونا. أكثرية وتعونين، وأكثرية وتعال نغدر فيكم، أكثرية وتعال ندمركم. شيخ أنتم جبل محسن من المطلوب القيمين عليه الذين أساءوا إلى جبل محسن وغير جبل محسن من 30 سنة، وأنتوا عم تدمروا طرابلس بأيديكم. شيخ نحن هجرنا من مناطقنا عام 1975، مين وقف وقال كلمة حق؟ تزلم للنظام السوري، أي إمارة بعهد النظام السوري؟ أي إمارة بعهد النظام السوري؟ إذا الآن بدنا نفترض أنكم شيخنا إذا بتريد أنا كنت عم أسمع يمكن أن يلتفت إليه، لكن بعهد نحن هجرنا مواطننا عام 1975، ليش ما حدا قال كلمة حق؟ أنا مواليد الأسكلي اللي هي الميناء أيام الانتداب الفرنسي، يعني أنا مواطن لبناني قبل قيام دولة لبنان الكبير، أنا موجود بهذا البلد، والمطلوب من الفريق الآخر وإن كنت خصم له بالسياسة أن يتقبلني برحابة صدر، أن يسمع هواجسي، أن يطالب معي باسترداد حقوقي المسلوبة والمسروقة. نقبلك كمواطن، نقبلك كمواطن مش كعميل. شيخ أنا مواطن لحقوق بهذا البلد وعم يتم ترتكب المجازر، ترتكب المجازر بحق جيرانك، ترتكب المجازر بحق جيرانك، محل وتقتيلا وقصف الرجالات والمدافع، محل بحق منو مفيد هذا الشيء؟ تفضل شيخ خلص، منو مفيد؟ خلص تفضل شيخ. إذا سمحت لي بعد إذنك اليوم محل سمحت شيخ، بدي أعزم منك بس بدنا خليه يكمل تنرجع كمان عند الدكتور حطيت بدنا نسأله. يلا إيه تفضل. اللي كنا عم نقوله اليوم، هناك خطاب مذهبي في هذا البلد هو غريب عن هذه المدينة. نحن نعلم بأن طرابلس هي مدينة العلم والعلماء، ولكن لم نعهدها يوما
مدينة التكفير والتكفيريين الذين يحللون دمي ويتعدون علي ويعلنون الجهاد على منابرهم اتجاهي. من المطلوب من المشايخ أن تكون مفاتيح خير مغاليق شر، لا أن تنادي إلى الفتنة وأن تتكلم بما لا يرضي الله اتجاه أخ لها في هذا الوطن، اتجاه من يتعرض مرارا وتكرارا إلى عمليات اعتداء ممنهجة هدفها تهجير مكون أساسي من مكونات المجتمع اللبناني. على مرأى ومسمع من الجميع هذا الكلام. نحن اليوم هذا الخطاب موجه إلى الجميع. نحن اليوم من المطلوب، بما أني في بلد ديمقراطي يكفل لي ولكل مواطن لبناني حرية التعبير عن الرأي والمعتقد، بأن أعبر عن رأيي بكل حرية وأريحية. الدستور اللبناني الذي لا يعترف به البعض هو من كفل لي هذا الحق. وأيضا أعيد وأكرر، إذا توهم البعض وأوهمنا بأننا اليوم هو الجيش الأحمر أيام الاتحاد السوفيتي، نحن لن نصدق أنفسنا. لا نريد في مكان من الأمكنة أن يتم بين مزدوجين تضخيم حالتنا كي يتم الاستفراد بنا. نحن اليوم حالة شعبية غير منظمة، هناك فريق سياسي والذي هو الحزب العربي الديمقراطي يمون على هذا الشعب، نال أغلبية الأصوات مرشح هذا الحزب في الانتخابات النيابية عام 2009، هذه انتخابات ديمقراطية أفرزتها صناديق الاقتراع. من غير المقبول بعد اليوم أن يدق إسفين ما بين الطائفة والقيادة، من غير المقبول بعد اليوم أن يتم اللعب على الغرائز وعلى الخوف الناس وهواجس الناس. أنا من يحق لي أن يكون لدي هواجس؟ لا يحق لي أمة عظيم وطائفة بأمه وأبيها. واضح الفكرة. دكتور حتيت بدي أرجع معك اللي قاله الدكتور علوش، بنرجع بعدين على الواقع الطبسي. يعني وكأنه وقت اللي حكيت حضرتك عن الرئيس نجيب ميقاتي يعني استغرب هو، يعني يمكن هني بالرغم من كل الكلام السياسي يلي حكيوا بحق الرئيس نجيب ميقاتي لم يصلوا إلى هذا المستوى من الهجوم عليه. أنت برنامجك شو اسمه؟ بموضوعي. يعني نحن هوني لما بدنا نيجي نحكي بدنا نحكي ما يرضي من يسمع أو ما يرضي ضميرنا وما نشعر به وما نراه. أنا في عندي ملاحظات كثيرة. أنا كتبت عن الأستاذ نجيب أو الرئيس نجيب الميقاتي أكثر من مقال وأسجل له ما كان مرفوضا من قبلي. في عنوان مقال دائما بس بردده كاتب: الخائف على ملياراته لا يبادر. الموضوع بالنسبة للرئيس نجيب ميقاتي مش مسألة أنه رجل الدولة لازم يكون عقائدي أو غير عقائدي. لا، اليوم الغرب العقائديين ما بيجوا رؤساء، بيجيبوا رجال المال الآن. بس أنا عم بقول عم فرق بين سلوك العقائدي وسلوك المادي رجل المال. العقائدي لا يتغير وفقا للظرف، بل يكون دائما تكون عقيدته قائدته، بينما رجل المال يكون جيبه هو من يملي عليه. يعني بتعتبر هلأ أنه رئيس نجيب ميقاتي تبدلت مواقفه انطلاقا؟ ما تبدل. هلأ المسألة بالنسبة له رجل عنده ترتيب بلائحة مليارديرية بالعالم، وبيعرف أنه هذا الموقع لا يمكن أن يستمر به إن أغضب الغرب. في الماضي عندما اغتيل اللواء وسام الحسن حدثته نفسه بالاستقالة، فجاءت الأوامر الغربية: الآن نحن بحاجة لك أن تستمر، فاستمر. إذا كان بده يعمل موقف احتجاج حادثة الاغتيال في وقعها أهم بكثير من حادثة عدم أو واقعة الاغتيال، أهم بكثير من واقعة عدم التمديد. بس حلفائه 8 أدار كانوا هن من أشد المتمسكين فيه بوقتها، أنه الاستقرار قبل أنه لا 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 الاستقالة أو أي موضوع. لم يتغير وضعهم معه من يوم تكليفه إلى اليوم رغم كل ما تدلل به وتغنج عليهم. ولكن عندما وصل أن يقول أريد أو باي باي قالوا له لا كفاك ابتزازا. أما لأنه في مرقة بالحديث نقاط ما فيه أنا مرقة. أما بالنسبة لجبل محسن وارتباطه
بالمشروع الخطير. أنا فكرت أنه عم اسمع عن المشروع الصهيوني الذي يهود القدس ويدمر فلسطين ويرفض اللجوء ويرفض عودة اللاجئين. هيك فكرت حقيقة، لأنه أنا حقيقة فكرت أنه المشروع الخطير هو المرتبط بالدولة التي طردت السفارة الإسرائيلية وأحلت مكانها السفارة الفلسطينية. الخطاب عندما نأتي ينبغي أن يكون موضوعيا وعقلانيا وواقعيا في هذا الموضوع. أنا قبل أن آتي إلى هذا المكان وأتابع ما يحصل في طرابلس، وتعلم بصفتي العسكري وأصدقائي، لم يكن هناك من علم لدي على الأقل في من أتصل به وأستقصي المعلومات أن جبل محسن لا في الواقع ولا في العقلانية أن يكون هو صاحب مصلحة بأن يطلق النار ويحاصر. عندما أسمع في مكان ما أن هناك اشتباك أو إطلاق نار، المنطق يقود أن الأكثرية الساحقة هي التي تستهدف الأقلية. المنطق العسكري، هذا المنطق العسكري. ونسمع كثيرا أي عمل يتم على المدار اللبناني مباشرة تسمع أن البديل جبل محسن. كمان عم نسمع تهديدات من قبل احيانا من زعماء جبل. شو انا التهديد اللي سموه تهديد، لا يعتبر تهديدا اذا قلت له، اذا قلت لك انا لن استسلم وانا سأدافع عن نفسي. هذا الحق الدفاع المشروع عن النفس. اما بالنسبه لنقطه الفقر، انا اولا ارفض في مساله إسباغ النعمة، أرفض المنطق الطائفي. نحن ينبغي أن ننظر إلى بعضنا البعض في لبنان على أساس الفرد المواطن، لا المواطن عظيم. المواطن. طيب. أنا قد أوافق على مسألة، ليست الطائفة السنية محرومة أو مظلومة، لا بالعكس، أنا أوافق على مسألة أخرى أن هناك إهمال في عكار، أنا بوافق، كما هو هناك إهمال في البقاع، كما هناك إهمال، يعني إهمال مناطق وليس إهمال طوائف. ثم هناك تقصير في طرابلس، وأكثر من ذلك طرابلس البلد التي فيها أكثر من رجل صاحب مليار، وبإمكانهم أن يتحركوا شعبياً ويغيروا حالة الفقر الموجودة سواء كانوا في السلطة أم خارج مع السلطة. مع ذلك لم يتغير شيء على الصعيد. يعني الحكومة هذه فيها 7 وزراء، وتيار المستقبل قبل هذه الحكومة كان هو الحاكم بأمره، وهو الذي يملك قرار عكار ويملك قرار طرابلس. من 2005 لحد الآن إذا بترجع أنت بتشوف شو نعمل مشاريع إنمائية لطرابلس، سواء بحكومة الأكثرية الحالية أو الأكثرية السابقة، أنا بقول لك حقه ابن طرابلس وحقه ابن عكار، بس مش السني، حق ابن طرابلس بصرف النظر. لأنه طائفة. أنا لما بيجيني تليفون على منطقتي ما بيقول لي أنت من أي طائفة رح تاخده، ولما بتعمل لي طريق ما بيقوله على أساس مذهبي. الإنماء في الطائف كان إنماء شو؟ انتقائيا؟ لا، القرار اللي اتخذ بالطائف هو متوازنا. بتحكي عن طائف متوازنا مناطقيا. بتحكي عن الاتفاق بحد ذاته. نعم. ولكن للأسف الشديد، وهون يمكن أنا بوافق على من يقول أن المسؤولين اللبنانيين نسوا الأطراف والمناطق وركزوا ورأوا بأن لبنان هو السوليدير، فبالتالي أن تبقي الشعب فقيرا تجعله أكثر حساسية واستجابة لبعض المغريات، وبالتالي ما يحصل في طرابلس نتيجة أمرين: فقر اجتماعي جعل هؤلاء ينصاعون إلى من لا يستطيع أن يقود وطنيا، والأمر الثاني ضغط خارجي
من أجل ربط الشمال اللبناني بالأزمة السورية لنصرة هذا أو ذاك. عظيم. نحن في هذا الأمر نقول إننا كلبنانيين مسؤولين عن الفقر في المنطقة ومسؤولين عن السياسة في عدم منع من يريد أن يزج لبنان في الأزمة السورية. أما الموضوع السوري في هذا الوقت من الحرام أن نحمله وزر وهو المستهدف من 40 دولة ويتعرض لهجوم كوني لأنه مقاوم وممانع. يلا نرجع نحكي بالتفصيل عن هالموضوع أيضا، بدنا نرجع نفوت على الواقع الطبلسي انطلاقا من كل الواقع اللبناني، وإنما بعد فاصل إعلاني أول. وقبل ما نكمل معكم هالحوار نتلقى الآن اتصال من المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميل. أكيد أستاذ الجميل استمع إلى بعض ما ورد في هالحلقة وعنده بعض الردود. أستاذ فارس مساء الخير. مساء الخير أستاذ وليد، مساء الخير لضيوفك الكرام. شكرا. الحقيقة عم نتابع الحلقة. نعم. لكن في بعض الملاحظات على كريم حضرة العميد. نعم. للحقيقة يعني أنا من الناس اللي اندهشوا الليلة انه حضرة العميد عادة معروفة عنه موضوعيته المطلقة، الليلة حسيت شوي هالحوار راح معه، هالآراء راحت على المسائل الشخصية يلي ما إلها علاقة بجوهر الموضوع. مثل شو؟ جوهر الموضوع هو استقالة الرئيس ميقاتي. نعم. لكن إدخال موضوع أصحاب الثروات والعشوات وهالشغلات الشخصية، أنا عندي سؤال بس، أول سؤال بيتبادر لذهني، هل صار الإنسان إذا الله نعم عليه ببعض المال، هل صارت عيبة هيدا القصة؟ بعدين ليه هذا الكلام هلا عم يطلع فجأة بعد ما الرئيس ميقاتي قدم استقالته؟ وليش ربطة بعشا؟ علما انه العشا المشار اليه كانت دعوة اجتماعية معروفة بحضور عدد كبير من السفراء الاجانب والعرب، هل المطلوب لبنان لحتى يكون بعض الاطراف مرتاحة ينعزل عن العالم؟ هيدي بما يتعلق بالشكل. اما بالمضمون في محاولة واضحة صارت، يعني ما بدي اقول عند حضرة العميد، لكن ما صار الحلقة وصار الحديث اخذ القصة بهذا الاتجاه، انه الرئيس ميقاتي عم نسمع انه بلش عم يبتز، ولما قرروا انه هن يخلصوا من الابتزاز وقفوا له حد. هذا الكلام غير صحيح، لانه اذا بنرجع لتصريح الاطراف المشاركة بالحكومة على مدى سنتين كانت اشادة تامة باداء الرئيس ميقاتي، رغم بعض التباين احيانا بوجهات النظر، هذا امر طبيعي لانه هالحكومة منا حكومة حزب واحد. وبما يتعلق باستقالة الرئيس ميقاتي، واضح كان الرئيس ميقاتي بتفسير حيثيات الاستقالة، تراكمات كثيرة بالأداء العام للحكومة أوصلت إلى القرار اللي أخذه بالاستقالة بهذا الظرف، لأنه المسألة الأساسية بالنسبة له هي شعوره أنه في محاولة لتطوير الانتخابات النيابية، وهذا استحقاق دستوري أساسي، الرئيس ميقاتي لا يمكن يسمح أنه على أيامه هيدا تتسجل على أيام حكومته أنه تم تطوير الانتخابات النيابية، لأنه مثل ما كانت رايحة الأمور المجلس النيابي لن يجتمع والحكومة ملزمة بإجراء الانتخابات على القانون النافذ، عدم تكميل المستلزمات إجراء الانتخابات على القانون النافذ هذه ستتحمل الحكومة تبعات خطيرة وتبعات إفراغ البلد على صعيد المؤسسة التشريعية اللي هي مجلس النواب. يعني بتعتبر هون أنه أسباب استقالة الرئيس نجيب ميقاتي تتخطى موضوع اللواء أشرف ريفي؟ طبعا طبعا، هناك كمان محاولة كمان من المحاولات الغير بريئة لربط موضوع استقالة الرئيس ميقاتي أنه سببها اللواء أشرف ريفي. لا، المسألة ليست بهذه البساطة، وتتعدى هذا المسألة على أهميتها، لأنه كمان يصير فراغ داخل مؤسسة أمنية، هذا أمر غير مسموح فيه بهذا الظرف بالذات. لكن المسألة ليست مرتبطة بعملية انتهاء ولاية اللواء ريفي، المسألة مرتبطة بتراكمات أساسية على صعيد الأداء الحكومي، وأبرزها شعور الرئيس ميقاتي أن هناك محاولة لإفراغ المؤسسات الدستورية وأولا مجلس النواب عبر تطوير الانتخابات وتحميل المسؤولية للحكومة بطريقة أو بأخرى. بس أستاذ فارس في سؤال عم ينطرح دائما، يعني يمكن عبر عنه حضرة الجنرال، أنه نعم. صار عدة يعني بعهد الرئيس ميقاتي مرقت الحكومة بعدة مطبات، بس دائما كان يأتي القرار الدولي أنه لا صمود، لأنه الاستقرار أهم من كل شيء. اليوم يلي عم ينقال ويلي عم ينكتب ببعض التحليلات أنه وكأنه في
أمر عمليات أمريكي أو من بعض السفارات الغربية أنه قدم استقالة حكومتك لأنه هذا الظرف ما عاد أنه بالنتيجة يفترض وجود هذه الحكومة؟ وهذا الكلام أيضا بإطار الحملات المدروسة لتشويه معنى استقالة الرئيس مئاتي وتحويره على أهداف أخرى، ابدا غير صحيح. لما اتخذ الرئيس مئاتي، انا بسمح لحالي اقول لاني بعرف بعض الحيثيات بهذه المساله، الرئيس مئاتي لما اتخذ القرار انه يستقيل اتخذ القرار من تلقاء ذاته، لبل بالعكس كانت المراجعات اللي ما اعلن عنها الرئيس مئاتي، كانت المراجعات تدعو الى عدم استقاله الحكومه، لكن الرئيس مئاتي اخذ القرار من تلقاء ذاته لانه اعتبر انه لا يمكن تستمر الامور اكثر من هذا على هذا النحو. وهون بالمناسبه بحب اذكر بتصريح قاله الرئيس مئاتي باحدى المرات من اكثر من 6 أشهر لجريده الحياه في لندن، بيقول المرحله الحاليه تتطلب حكومه وحده وطنيه. صحيح أن حكومتنا أمنت الاستقرار، لكن لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو، ويجب تشكيل حكومة تضم كل المكونات. أنا بدي أختم اليوم على كل حال ذكر هالواقع الأستاذ غسان شربي كما بما قاله. نعم. يعني استعاده أنه من 6-7 أشهر مظبوط، وبوقتها كان حديث مفاجئ أنه لماذا الرئيس ميقاتي يطرح موضوع تشكيل الاستقرار الوطنية بهذا الوقت الزي. بيبقى عندي ملاحظة، أنا أتمنى هالاستقالة أصبحت أمر واقع، وبدل ما يكون فيها هلأنية محاولات لانتقال القفز فوق الاستقالة، وشو هدف الاستقالة اللي هو ادخال الاطراف كلها يعني تحريك العجلة السياسية بالبلد في سبيل الاتفاق على حل يحمي لبنان في المرحلة المقبلة، اتمنى الا يبقى الجدال عند نقطة الاستقالة ومحاولة اسقاط بعض الاشياء اللي غير صحيحة على الاستقالة، من مثل موضوع خفان على ملياراته، خفان على علاقاته مع الدول الغربية. ليس معيبا أن يكون رجل الدولة على علاقة مع كل الأطراف الأجنبية والعربية، وهذا فخر للبنان. وإذا كانت التعييرة عدم واخذ على الكلمة أنه الإنسان معه مصاري، هيدي نعمة من عند ربنا وليست تهمة. أستاذ فارس شكرا لك على هذا الاتصال. أولا أنا بقدر اتصال الأستاذ فارس الجميل، وللتوضيح أولا ليس عيبا أن يكون للرجل مال، العيب في أن يكون عبدا للمال. وعندما يكون قرار الإنسان متأثرا بما يملك، هذا هو الذي يلاحظ عليه. أنا لم أقل أن من عيوب الرئيس نجيب ميقاتي أنه رجل ثري، هناك أثرياء كثر في لبنان وينفقون أو يحجمون، لا علاقة لنا بهم. لكن عندما يكون القرار السياسي متأثر بالثروة، هنا تبدو الملاحظة. بس وعندما نقوله أنه لا هلأ فئتوا على الأمر هيدا، لا ما نحن رح كفي. وعندما يقول في بيان الاستقالة أنه استقال من أجل أمرين أخذها بالطريق، لأنه خاف من الفراغ الأمني، وخاف من ورغب في تجديد الدماء في الحياة السياسية. يعني نحن كنا بنتمنى عليه، وهو بيعرف أنه في ناس بهالبلد لا زالت بين مناكبها رؤوس فيها عقول تفرز وتفهم. عندما يقول خفت من الفراغ، الآن المنطقة في منطقة بالغة الخطورة. أيهما أخطر؟ أولا كلمة فراغ في المؤسسة الأمنية واللي عم يروجوا لها، هذه كذبة كبيرة. المنظومة العسكرية في نظامها تنتج آلية، فيها آلية، ما في فراغ. أولا بيخلص كل اللي عم يقوله أنه يا أخي هالشخص بلغ سن التقاعد، هناك من العمداء السنة في قوى الأمن الداخلي من لديهم الكفاءة الفائقة، اطراح قالوا له إذا كانت المسألة مسألة فراغ أمني، اطرح أي اسم، أي اسم على الإطلاق. وكانوا بيقبلوا فيه، وكانوا بيقبلوا فيه. أنا على علم من ذلك. قالوا له أنت جيب الاسم اللي بدك إياه من كافة العمدة بقوى الأمن الداخلي، لأنه مبدأ التمديد ما بدنا نفوت فيه. هذه البس. فإذا أنت بتقول بدي أعمل فراغ، بقول لك لا ما في فراغ. وبعدين أنت بتروح تستقيل بظرف حرج بتعمل فراغ سياسي، كيف المنطق؟ بعدين تجديد بيقول بدي أعمل تجديد بالحياة السياسية، وبدي حط دم جديد وشباب.
طيب ما أولى أنك بالحياة العسكرية، بالحياة المدنية التقاعد على 64 سنة، بالحياة العسكرية السقف تبعها عند القائد الجيش 60 سنة أو بتنزل. فإذا ما تستسخف الناس. هلأ حلو اللي قال، هذا رأيك حلو اللي قاله هلأ انه الموضوع تخطى اشرف ريفي. طيب اذا كان الموضوع متخطي اشرف ريفي، ليش لا يتخذ اشرف ريفي ذريعه وبيع الناس انه انا عم احمي موقع اشرف ريفي؟ على كل حال هو من الاساس يقول حمي اللواء اشرف ريفي وحمي ايضا اللواء الشهيد وسام حسن. وبالتالي عندما كان القانون يجيز هذه الحمايه، مع انه الفريق الاكثريه من راضي عن اداء من حماه ومن راضي عن أداء مدراء عامين آخرين وحميهم، ولأن القانون لجانبه إلى حد ما فسكتوا عليه. طيب. أما أن تخالف القانون هيك جهار النهار وبتقول أنا بدي طبق القانون، مش معقولة. بالتالي أهم لأنني بدي ركز على نقطة، أهم في ما قاله الأستاذ فارس جميل نقطتين. النقطة الأولى أن الاستقالة تخطت موضوع ليست مربوطة، هي ذريعتها المباشرة بس الحقيقية مش أشرف ريفي، ولأن مش أشرف ريفي نحن قلنا إجت الأوامر الأجنبية. دكتور علوش بهالموضوع هذا الأوامر الأجنبية، يعني حكيها من أول حل أو ما قدرنا نركزها، هل تعتبر حقيقة أنه في اندفاع أمريكي بالمنطقة من بعد مجيء الرئيس باراك أوباما إلى إسرائيل وأيضا إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي انطلاقا من هذا الأمر وكأنه في أمر عمليات جديد أنه تحشوا على هذا الواقع وصولا إلى تغيير الأمور في سوريا؟ أستاذ وليد، بعد التجارب الشعبوية على مدى سنوات طويلة كل واحد كان يخالفنا الرأي نتهمه بالعمالة والصهيانة والأمبرللي ما بعرف شو كيف كانت تسمى بهذيك الأيام. الحقيقة العالم تغير، العالم بالعشرين سنة الماضية صار مفتوح كلياته على بعضه. وحقيقة إذا بدي أحكي بهالشغلات هيدي ساعتها أنا بدي أقول لأي حزب بيقول أني أنا الولي الفقيه بيرسم لألي الخطوط العريضة وأنا بنفذ على الأرض وهو حزب سياسي بآخر النهار، معناتها بدي أتهمه كمان بهالتهم هيدي. خلينا نطلع من القصة، في أمور العالم مفتوحة على بعضه والناس ما بعتقد أنه لا الرئيس مئاتي ولا غيره بيتجاوب مع أوامر أمريكية، قد يرى مصالح هون أو قد يرى مصالح هون، بالآخر هذا بالنهاية هو عم يدور برأيه الخاص بغض النظر عن الاتهام أنه هذا في مصلحة البلد. الشيء الأساسي هو أنه اللي عم نحكي عن تبسيط الأمور أنه نحن بيترقى أو خلص وقته وآخرين. نحن بنتذكر أنه لما بده يتعين قائد جيش، وحضرة العميد بيعرف، كان يستقيل 60 أو عميد أو 70 عميد أو 30 عميد. ليش؟ لأنه الخيار كان يقع مش على الأعلى بالتراتبية، مزبوط، كان يعطي على الخيار على بالسياسة، خيار رئيس الحكومة بالسياسة لأسباب هو بيقدرها وبيقولها. طبعا انطرحت انه هو جزء من تركيبه امنيه عالميه. يا حبيبي، ما كل اجهزه الامن بالعالم حتى اجهزه امن الممانعه متواصله ومترابطه مع اجهزه الامن بالعالم وفي لها تنسيق والى كل شيء، حتى هيدا شغله ضمن القانون، حتى ضمن القانون اللبناني. اما رئيس الحكومه برايه انه هذا الزلمه لازم يبقى ماشي الحال، لما ما قدر يحقق رايه لقى انه هو بتباعد كامل. طبعا هذا طرف من الأمور لأنه هو قال تراكم، منه غريب بهون دكتور علوش أنه حزب الله بين معادلة الإبقاء على الحكومة والإبقاء على اللواء أشرف ريفي. البعض قالوا أنه هذه المعادلة ما حدا فهمها وما حدا قدر أنه يمكن أن تصل الأمور إلى هذا الحال. بصراحة الورود اللي نثرت على مسألة اختيار الرئيس من قبل السيد حسن نصر الله للرئيس نجيب ميقاتي بهذيك الوقت، الورود اللي نثرت من معسكر الممانعة اللبناني هو يعني شيء بده حدائق قد ما بدك بهالموضوع هذا، وقديش ميزاته وقديش كذا اللي بدك اياه كان بهذاك الوقت. هلا فجأة تغيرت الامور. انا بالنسبه لي اذا كان هاي القضيه بس خلت السيد حسن رسول الله يقول له انه يعمل اللي بيريحه، معناتها انا بتطلع انه حزب الله منه حزب فوضوي، انه رده الفعل انه ضربتني كف برد لك كف، المفروض انه يكون في استراتيجيه وراء الشغله هيدي. هل استراتيجيه حزب الله بالوقت الحالي تعميم الفوضى بالبلد؟ هل هدفه تكبير المشكله
لدرجة كتير عالية لحتى تفوت بتسوية معينة جديدة؟ هيدي الأسئلة اللي بدنا نطلعها ولازم نشوفها خلال الأسابيع القادمة، إلى أين ستصل الأمور؟ وأنا بالنسبة لي نعم في حل بلبنان كتير هين، كتير هين وكتير صعب نفس الوقت. قرار بالعودة إلى هيئة الحوار مع بند واحد أساسي، وضع كل مقدرات القوة في لبنان تحت سلطة الدولة اللبنانية، يعني بالاسم بدأ ما نضحك على بعضنا نسميها استراتيجية دفاعية، اسمها سلاح غير شرعي منتشر، أول حزب الله وآخر كل السلاح الموجود بكل المحلات، منروح منقول هذا السلاح منحطه، وهالطريقة هيدي الوحيدة منقدر ساعتها نغلق حدودنا بالأمن على الأقل وبالسياسة ثانيا حتى نقدر نحافظ على مستقبل هالبلد كله سوا. شغلة تانية مرقت لأنه كمان القصة، لأنه الجدل اللي صار بالحقيقة في تناقض بين شغلتين، بين تصغير المسألة إلى مسألة أقلية موجودة، ونحن بنعرف أنه بالعلم السياسي الأقلية مش العدد. دايما أنا بذكر قصة تشاينا مان بماليزيا اللي كانت محتلتها هولندا. مين كان تشاينا مان؟ مين هن الأقلية الصينية اللي كانت مولينا الهولنديين ليحكموا بالعسكر، يعني العنيكي. الأقلية لا تقاس بالعدد، لهيك مسألة الأقلية والأكثرية تبدلت مواقع. إيه بس عم بيقول اليوم إنه شو المصلحة حتى على الصعيد العسكري خلص. وعلى الصعيد الديموغرافي في خيار. أنا عم بسمع خطاب من الكثيرين من مسؤولي المحاور حتى بباب التبانة، خطاب تصالحي لأقصى الدرجات. تصالحي وأعلن على التلفزيون وبلد. قد يكون هناك بعض الإشاعات عن الحديث هيدي اللي عم تحكى اللي فيها كثير من التعصب، ولكن عمليا خلينا نلقط المسألة من هون. نعم في حل لمدينة طرابلس، منروح كلنا سوا هلأ مناخد قرار. نحن إذا الدولة اللبنانية بتقرر تسحب السلاح من كل الأطراف الموجودة بقلب المدينة، نحن مستعدين نعملها حفاظا على أرواح الناس وعلى مصالحهم. وأنا بعرف أنه معظم السلاح الموجود هلأ هو عبء على الجميع بهالحالة. أستاذ علي، هل بتوافق على هالطرح؟ هل أنتم مستعدون لتسليم السلاح؟ أستاذ وليد، نظرية الأقلية ليست بالعدد هذه جيدة إذا كان في فريقين سياسيين عم يتخاصموا وعم يتنازعوا على بالحياة السياسية اللبنانية، وهذا حق مشروع بنشوفه بكل الدول المتقدمة والمتحررة. ولكن للأسف الوضع في طرابلس مختلف تماما. الوضع في طرابلس، المطلوب في طرابلس أن تقال كلمة حق. هذه الكلمة أن تقول بأن هناك من هلأ هم مغطون بالسياسي لا محال، مغطون بالسياسي على قاعدة لا أحد يحاسب، على قاعدة ضربهم للعيش المشترك، لمقدمة الدستور اللبناني، للميثاق الوطني. هناك بعض النواب في تيار المستقبل قالوا إذا كانوا مع النظام في سوريا عليهم أن يرحلوا إلى النظام في سوريا. يعني لا أعلم أنا أين ينطبق هذا مع مبدأ لبنان أولا، أو أين ينطبق مع الدستور اللبناني. هذا من جهة. استاذ علي بس اسمح لي هون بملاحظة، انه حتى وقت اللي بيكون في مثلا مؤتمر صحافي للسيد رفعت علي عيد، انه منلاحظ انه في صورة الرئيس الراحل حافظ اسد ورئيس بشار الاسد، البعض بيقولوا انه مجرد تصغير الصورة بهذا الشكل في تحدي لمشاعر الطرابلسيين لأهل طرابلس. جيد جدا. اولا ان الرئيس حافظ الاسد والدكتور بشار الاسد يمثلون لنا قاعدة فكرية. الرئيس حافظ الأسد بالنسبة لأنه مفكر، بالنسبة لأنه قائد عروبي مثل ما للبعض لجمال عبد الناصر كمان نرفع نحن هذا الموضوع. رفعوا صور الملك عبد الله ما بنشوف فيه، ما بعرف يعني نحن هذا مقتنعين فيه تماما. إذا مستفز للبعض ما يرفعوا صور، رفعت صور أردوغان، فالبعض رفع الأعلام الأمريكانية. يعني معلش، ليش الصورة بالنسبة لنا هي تعتبر رمز؟ بدها تستفز البعض بالوقت اللي البعض عم يرفع صور ما بعرف يعني وين ممكن إسقاط على الحياة العروبية بين مزدوجين إذا مأمنين بهذا الموضوع. أنت بتعرف اليوم الواقع بسوريا، يعني حمام الدم الذي يجري في سوريا، والبعض بيربطوا أنه من هون يشكل أو هاتان الصورتان أنه تشكلان نوعا من أنواع الاستفزاز لمشاعر الناس. يا أستاذ وليد، صحيح في حمام دم بسوريا، ولكن ما شفنا الذبح بسوريا؟ ما شفنا الإعدامات في سوريا؟ ما شفنا التكفير بسوريا؟ ما شفنا يافطات المسيحية على بيروت والعلوية على التابوت؟ ما شفنا بمناطق ممنوع فيها التلفزيون والدخان هلأ؟
ما شفنا في مناطق أعلنت إمارات إسلامية، ما شفنا في جبهة النصرة أدرجت على قوائم الإرهاب، كل هذا ما شفنا بسوريا. شفنا جيش عربي سوري اليوم عم يدافع عن وحدة سوريا أمام تشظية، وعم يدافع عن حضور سوريا الاقتصادي والعسكري ودورها الحقيقي باللعبة الإقليمية. هذا كله ما شفنا أي حمام دم. نحن اللي لازم نستفز لما بترفع أعلام جبهة النصرة مقابلنا، نحن اللي لازم نستفز كأقلية، بالعودة على موضوع الأقلية، لما رفع أعلام الانتداب الفرنسي. شو ما بال حدا اليوم من لبنان اولا ارفع انا العلم الفرنسي اللي بص الارزي وطالب بالثوره. طب بموضوع السلاح، بموضوع السلاح استاذ علي، طرح الدكتور علوش طرح بموضوع السلاح، شو جوابك عنه بموضوع السلاح؟ سبق وقال الاستاذ رفعت موضوع السلاح باننا هذا موضوع السلاح بحاجه الى ضمانات. هذه الضمانات مش ضمانات مصلحيه، يعني مش ضمانات مطلبيه انه والله بدنا نعمل ديل، يعني بدنا شيء هون وبناخذ شيء هون، لا، ضمانات وجوديه. اليوم في الدكتور مصطفى يضمن انه ما بقى حدا ينزل على البلد من ابناء جبل محسن ويتعرض للقتل؟ في يضمن الدكتور مصطفى ما حدا يتعرض للمحلات الموجوده في قلب طرابلس؟ يعطينا ضمانات وينبحث هذا الموضوع على موضوع مركزي، على مستوى مركزي، وبنشوف لوين بنوصل بالموضوع. نحن ما عندنا مشكله، نحن منا هواة انتحار استاذ وليد. نحن اليوم بالتركيب الديموغرافيه الموجوده في طرابلس منا هواة انتحار، ولكن بنفس الوقت نحن ما حنقبل الاعتداء بأي شكل. هذا حق مشروع، الكل لازم يشاطرنا هذا الحق. اليوم هو بالسياسة ضد المجموعات المسلحة، يتفضل يوضع لهم حد. أم في هناك تغطية لهذا الموضوع؟ مين اللي كفر الجيش اللبناني؟ مين اللي طالب بالجيش اللبناني الحر؟ مين اللي جزر بعرسال؟ نحن ما عم بفهم. اليوم في فكر غريب على طرابلس. اليوم واضح. طرابلس واضح. يعني عم تحكي عن الفكر، صرخه عم تحكي هون عن الفكر السلفي. خليني ارجع للشيخ داعي الاسلام الشهاب. تكفيري مش السلفي استاذ وليد، اذا بتريد في فرق بين السلفي وما بين السلفي التكفيري. السلفيين لابناء السلف الصالح نحن بنحترمهم وبنجلهم، هم عقيده وطريقه. مشكلتكم مع التكفيريين الحقيقي والجوهري مع التكفيريين. بس داي نسبه التكفيريين اليوم بطرابلس، البعض بيقولوا انه عم تعملوا معركه وهميه او متوهمه، انه عم بتكبروا الخصم لحتى انه تبرروا وجودكم. حلو، اذا 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 عدد القلال تتفضل الدوله توضع له الحد، وتفضلوا السياسيين يرفعوا الغطاء عنهم أمام الجيش الوطني اللبناني لحتى يضبط الموضوع إذا عددهم قليل. أما إذا هناك بعض الأفرقاء السياسيين لديهم مصلحة على قاعدة إن لم أكن أنا فالتطرف فالتكفير فهذا صار بحث آخر، هذا بنحطه برسم الرأي العام، يعني نحن ما عم نبحث فيه اليوم. طب إذا هيك لما بتسلموا الأمن في جبل محسن إلى الجيش هو بصير الضماني لإلكم؟ يعطينا ضمانات الجيش. ما نكون وزير فيه؟ الجيش ما عنده غطاء سياسي ليدخل على محاور القتال أثناء القتال إلا ما يتأمن الغطاء السياسي بفوت. يعني شو عرفنا رفع الغطاء السياسي مثلا شو بصير فينا نحن؟ شكرا لك، رح تابع معك طبعا، بس بدي اسمع سماحة الشيخ رأيه بكل مقيل، وخصوصا بالنسبة إلى التكفيريين، يعني وكأنه المعركة هي ضد التكفيريين، أيضا المعركة لمنع تحول طرابلس والشمال ربما إلى إمارة إسلامية. هل أنتم تسعون حقيقة إلى تحويل طرابلس إمارة إسلامية سماحة الشيخ؟ طبعا، مشان هيك رفعت عيد بده يجعل طرابلس مثل حمص بده يدمرها خوفا، فبده يقوم بضربه استباقيه يدمر طرابلس مثل حمص حتى ما تصير اماره اسلاميه. ومشان هيك ارتكبت المجازر بالسنه 86 حتى ما تصير اماره اسلاميه، ومشان هيك قصفت طرابلس قديما وحديثا. على كل إن هناك اصرار للاسف الشديد، ما عاد في يعني لا مبدا ولا قيم ولا اخلاق. ويعني شو بدنا نتكلم، شو بدنا نقول؟ 20,000 قضية بدها رد. قيادة جبل محسن عندها إصرار على أن تزج بالصراع بين السنة والجيش، حتى هذه القيادة ومن وراءها وفوقها ويقودها من قيادات تتفرج وتقاتل بغيرها. وهنا أحذر بالمناسبة مرة أخرى وأخرى وأخرى، أحذر من أن يستدرج أحد من أبناء الطائفة السنية، كما أحذر من أن يستدرج أحد من أبناء الطائفة السنية وغير أبناء الطائفة السنية في الجيش من أن يستهدفوا أحدا بغير حق. لأنني أؤمن وأنا على يقين بأن مفاصل الدولة الآن ليست بالغيارة على لبنان، بيد الغيارة على لبنان، والمؤسسة العسكرية مهيمن عليها بصفة كبيرة جدا ممن يطبقون مشروع خارجي
أكبر من لبنان. بس هذا اتهام خطير سمحت الشيخ، يعني عم تتهم هون مين؟ اتهام خطير قيادات الجيش اللبناني. أنا أقول الحقيقة وأقول الواقع. ثقة أهل السنة بشكل عام بالمؤسسة العسكرية أو ببعض ضباطها أو ببعض عناصرها اهتزت جدا جدا جدا. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا. هلا بس في فرق كبير يعني بالمؤسسة العسكرية أو ببعض الضباط. لا أنا قلت وأقول الآن، إما أن هذا الأمر يتم برضا أو أنه بغير رضا، لكن النتيجة واحدة. حين يكون هناك هيمنة، يعني مثلا أثناء وجود النظام السوري يمكن أن أتفهم بأن بعض الضباط كانوا راضخين ضد بلدهم لصالح ضباط آخرين لأنهم كانوا موجودين على الأرض اللبنانية. أما الآن لماذا لا زالوا على نفس الطريق ويسلكون نفس التعليمات ولازالون في نفس المدرسة ويطبقون نفس الأجندة؟ يعني هناك عناصر وضباط في الجيش نرى بأنهم يتعاطون بشكل غير صحيح غير سليم، أشبه ما يكون بالميليشيا. لماذا القيادة لا تستطيع أن تضع حدا لهم؟ إما أنها منخرطة وإما أنها مهيمن عليها. أنا لا أستطيع أن أحدد، والحقيقة لا أتهم. طيب. وأتمنى الجنرال قهوج أن يكون بعيدا عن ذلك. لكن بكل الأحوال الجيش الآن في هذه الأيام أجزاء منه تستهدف أو على الأقل تتعاطى بطريقة غير سليمة وغير صحيحة فيها ما فيها من الحيف بحق أهل السنة. خليك معي لأنه هذا يعني كلام كبير. سمحت الشيخ وين بدي روح؟ لا كبير ولا صغير. لا كلام كبير بده في جواب عنه عند في عنا كلام. رح اسمع يعني التدخل اسمع. الرابع هان تدخل الرابع منذ يومين أطلق الرصاص على الجنازة، أطلق النار على الميتين مرة أخرى، أطلق النار على أناس عزل وبعضهم توفي رحمه الله اليوم ودفن، وهناك مجموعة جرحى، وهناك أخ آخر قال من آل الحداد كذلك. يعني هناك من يؤكد بأن الجيش هو الذي أطلق عليه النار. رح نرجع نسمع لك بقية ملاحظات أرض المعركة. بس كما يبدو الدكتور علوش عم بيوافق. يعني سمحت الشيخ خليك معي بس كم عم الحقيقه هيدي الحادثه حصلت نهار الجمعه وهي حادثه تفاصيلها اللي كل طلبناه من قياده الجيش انه توضح المساله تشوف كيف صارت، ولكن كل التفاصيل بتاكد انه تم استهداف مجموعه من الناس اللي كانت عم تروح تشيع الشهداء بالمعارك استهدفوا بالرصاص الحي. في شاب دلينا عم نحاول إنقاذه على مدى الأربعة أيام الماضية، اليوم توفى، وفي عدة جرحى، وكل الشهود العيان اللي كانوا موجودين وناس ما لهم علاقة لا بالسلاح ولا بالمقاتلين أكدوا أنه تم استهدافهم بهالشكل هيدا. فهون تراكم الأمور، قصة الشيخين اللي ما طلع في قرار حقيقي وواضح فيها، قصة شيء مماثل متهور، حدثت حوادث أخرى بقلب باب التبانة على مدى السنتين أو الثلاث الماضيتين. أنا بتذكر في فيديو واضح لشاب أصيب برصاصة هو هربان، رجع أصيب برصاصة تانية وهو هربان بهذيك الوقت. يعني عمليا في كتير أمور علامات استفهام. نحن حفاظا على المؤسسة العسكرية وعلى قدرتها أن تكون قادرة أن تنتشر وين ما كان بدون أي مشكلة، يجب أن تكون هناك بعض الإيضاحات اللي تخلي الناس ترجع تعيد الثقة فيه. جنرال، أولا ما يقال عن الجيش قد يكون في واد والجيش يعمل في واد آخر. الجيش اللبناني القائم حاليا وأنا أعرفه من الداخل وأعرفه في السلوك وأواكبه بالعمل، هو جيش وطني فوق المذهبية، وهو يعمل في سبيل الأمن ويلتزم قواعد ثابتة، وهناك منظومة رقابة وتحقق واستقصاء دائم لكل مهمة، ولا يتصرف الجيش اللبناني بأي طريق على الورق بذهنية مذهبية. شو قلت سمحت الشيخ؟ من نعم الله يعني علينا الآن في يعني لبنان
هو وجود هذا الجيش. عظيم. ولو لم يكن هذا الجيش في الصيغة والطبيعة التي هو فيها لكنا في قلق فوق المعقول. أما بالنسبة لمسألة أن الجيش خاضع لقرار خارجي، هذا أعتقد أمر بعيد جدا جدا ويجافي جدا الحقيقة. قائد الجيش الحالي ويشهد له الجميع، يشهد له الجميع من كل رفاقه، ويعلم يعني بيعرف كل الآخرين بيعرفوا مين بيعني، يشهد له، يشهدون له بالوطنية، ويشهدون له بفوق بعلوه عن المذهبية وفي تدقيقه بالمهمات. بالنسبة لما ذكر بمن حادثة الشيخين، الذي حصل في هذه المسألة مغاير كليا للقواعد والأصول العسكرية، ليس في لبنان فقط، في كل العالم. الجيش في مهمة عسكرية نظامية عندما يطلق النار، لماذا لم يطلق النار على سيارة أخرى؟ هو ذهب إلى مكان معين من أجل فرض الأمن ومن أجل حفظ الأمن، لم يذهب من أجل القتل. الذي سبب وأنشأ الحادث هو الذي يسأل على هذا الأساس. ورغم ذلك تمت الأمور ضد الأصول العسكرية. لا يوجد في مكان ما في العالم أن يكون ضابط في مهمة عسكرية يطلق النار ويطلق عليه النار، يطلق سراح الذي أطلق النار ولا يسأل، ويلقى القبض على من نفذ المهمة. يعني كما بهالموضوع في التالي. وبالتالي الأمر المطلوب في هذا الموضوع يقوم على نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أن نقلع عن زج أنفسنا في المسألة السورية وتحويل منطقة الشمال إلى منطقة تحشد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نؤمن أن كل لبناني في الشمال له الحق بالأمن والكرامة، سواء كان من هذا المذهب أو من ذاك المذهب، من هذا الدين أو من ذاك الدين. والمسألة الثالثة لأن نثق أن الجيش اللبناني هو جيش للجميع، وبدل أن نطلق النار على الجيش، وبدل أن نصادر أو نمنع الجيش من الوصول إلى مراكزه العسكرية بثياب العسكرية، لندع الجيش كما هو. أما أن نطلق مرة هذا الجيش خاضع للأجنبي، ومرة لندعو السنة أن يخرجوا من الجيش، ومرة لكذا وكذا، وأنا أقول من الآن لو جاء أكثر من شخص ليدعو العسكريين السنة للخروج من الجيش لما استجاب لهؤلاء أحد، لأن عسكريين هم في صدورهم وفي عقولهم عقيدة وطنية لبنانية فوق المذاهب وفوق الطوائف. وبالتالي من يلعب كثير منهم يشعر المذهبية في الجيش من أجل شق الجيش وتسييب البلد، هذا أمر نقول له لن يحصل. عظيم. أما المسألة الأخرى خلص. أن خليني أخذ فاصل علينا. نعم. بس ما دامك مسجلة، ما دامك مسجلة، لأنه بدنا نرجع نتابع الحوار. سمحت شيخ رح أرجع معك، وإنما بعد فاصل إعلاني سريع. المراد إدخال لبنان في الحريق. العشرين سنة اللي مرقناهن حرب كانت أهين من الفوضى اللي عايشينها هلأ. ما يحصل في طرابلس لا يختصر وحده حقيقة الانزلاق نحو تدهور أمني كبير. الأوضاع الأمنية دقيقة، وقد تعيش البلاد أصعب أيامها في المرحلة المقبلة. عبارة تختصر واقع الأمن المتردي على ضوء تقارير بنيت على سلسلة محطات أمنية. قضية شقق حزب الله في عبرة التي أثارها الشيخ أحمد الأسير بعد قضية اللافتات والشعارات المرفوعة في صيدا ومحيطها في ذكرى عاشوراء. اعتداء في الشياح والخندق الغميق على رجال دين من الطائفة السنية. خطف وخطف مضاد بين عرسال والقرى المحيطة بها في البقاع.
انتهاكات سورية للحدود اللبنانية بحجة أن مسلحين من المعارضة يتحركون من داخل الأراضي اللبنانية، تحركات شعبية في الطريق الجديد، تخوف من تحرك أمني لمجموعات من بين اللاجئين السوريين في محيط الضاحية الجنوبية. تكثر تسميات القضايا الأمنية ويبقى موضوعها واحدا، خطر الانفجار الكبير وإن كان عنوانه الأبرز يبقى مهيمنا في طرابلس. هنا يبدو أن الأمر تعدى أعمال القنص وأطلاق القذائف الصاروخية والمدفعية، وبدأ الحديث عن استعمال أسلحة لم تستعمل منذ انتهاء الحرب الأهلية في العام 1990 كمدافع 106 المباشرة والمدمرة. في عاصمة الشمال ثمة روايتان لمجريات الأمور وللهواجس التي تحركها. أولى تخبر عن اجتياح سينفذه الجيش السوري النظامي لملاحقة عناصر من الجيش السوري الحر، يقال إنهم يقيمون قواعد لهم في شمال لبنان وفي جرود عرسال. ورواية ثانية تروج لقرب ساعة اقتحام جبل محسن من قبل المجموعات السلفية المسلحة في باب التبانة. ويكمن القاسم المشترك بين الروايتين في نقل الأزمة السورية إلى لبنان وتحويل طرابلس وعكار نسخة طبق الأصل عن حمص القريبة. هشاشة الوضع الأمني والخوف من انفجار كبير تعززه مؤشرات كثيرة على الأرض، ومنها الوضع على الحدود اللبنانية السورية ولا سيما عقب قصف الجيش السوري مواقع في جرود عرسال بالطيران الحربي، تدخل حزب الله في القتال في سوريا لدعم اللبنانيين الذين يعيشون في البلدات السورية وحمايتهم من قوات المعارضة كما يقول، ولحماية مقام السيدة زينب في دمشق، تهديد الجيش السوري الحر بالرد على مواقع حزب الله داخل لبنان، الفراغ في قيادة قوى الأمن بعد رفض مجلس الوزراء التمديد للواء أشرف ريفي، تحول لبنان إلى ساحة غير قادرة على تحمل عبء السوريين اللاجئين إليه والمقيمين فيه والذين تجاوز عددهم المليون، تصاعد الخطاب المذهبي والتحريض الإعلامي الناجم عن الواقع السياسي السيء. كل هذا الجو المشحون هل أصبح خارج السيطرة؟ كيف يمكن مواجهة هذا الواقع بعد استقالة الحكومة التي ارتبط وجودها بالقول إنها تؤمن الاستقرار عبر سياسة النأي بالنفس عما يحصل في سوريا؟ فهل يسقط الاستقرار مع سقوط الحكومة؟ وهل تتوسع دائرة التوتر من طرابلس إلى محاور كثيرة داخل لبنان؟ وهل يصبح الحديث عن خطوط تماس عسكرية موازياً لخطوط التماس السياسية؟ وكيف يمكن في ظل هذا الوضع تشكيل حكومة جديدة؟ ومن يجرؤ على ترأس حكومة إنقاذية يبدو أن مهمتها ستكون مستحيلة بعدما صار الإنقاذ يحتاج إلى معجزة؟ دكتور علوش، انطلاقا كمان من هالكلام رح ارجع لك طبعا، بس انطلاقا من هالكلام، هل برأيك كل ما حصل لحد الآن هو الوصول إلى الفراغ السياسي في موازاة بعض الفراغ الأمني الحاصل؟ اصلا اذا بدنا نطلع على الحكومه خلال السنتين الماضيتين عمليا كان في فراغ سياسي، كان في بالاسم حكومه ولكن عمليا بس بالشكل كان في على بالشكل عم لك بالشكل كان في حكومه ولكن عمليا كان في حقيقه فراغ سياسي، لانه حتى سياسه النائب النفس كانت شعار ولكن على ارض الواقع لم يكن يطبق بكل النواحي. برجع بقول لك هلا حضرة العميد كان عم يحكي انه النائب بمنطقه الشمال عن اللي عم يحصل بسوريا، وانا بعرف انه كان في تغميض عين حتى من القوى الأمنية على كثير من الأمور. طيب ليش ما ننقي بمنطقة الهرمل كمان عن هالموضوع هيدا كله سوا؟ نعم في خيار، في عنا خيار، وهذا الخيار لن يكون أقل من التضحية في سبيل البلد كله سوا، خاصة أنه المعركة خاسرة بكل معنى الكلمة، المعركة بالمعطيات الحالية لح نفوت البلد بالفوضى، سلاح حزب الله عاجلا أم آجلا رايح، هذا ما في شيء منه مؤبد لأنه عمليا المدى الاستراتيجي تبع السلاح انتهى إلى غير رجعة، لأنه النظام اللي كان قائم بسوريا مؤمد المدى الاستراتيجي والمدى الجغرافي تبع مشروع ولاية الفقيه انتهى.
حتى لو بقي بشار الأسد، حتى لو بقي بشار، هذا النظام أصبح من الماضي. فلهيك عمليا خلينا نبني على معطياتنا الداخلية، نطلع من الاستكبار العالمي وقصة أنه أنا بحكم بلد مثل ما كان يقول قيادة حزب الله بحكم 10 بلدان قد لبنان وجايين عم تحاسبينه على لبنان، تبين أنه ما في مون على رئاسة الحكومة بقلب هالبلد. خلينا نطلع من هالمنطق هذا، ما في خيار إلا واحد، العودة إلى حوار أساسه شغلة واحدة، تسليم كل مقدرات القوة للقرار السياسي للدولة اللبنانية. بس هذا طبعا يفترض كمان أنه إبعاد الداخل اللبناني عن التحشيد يلي حكي 100% عنه، التحشيد للداخل السوري. وهم بدي أرجع لسماحة الشيخ، يعني سمعت، أرجع لك جنرال، سمعت فيما يتعلق بقضية التحشيد اللي حكي عنها الجنرال حطيط، قضية تحشيد للأزمة السورية، برأيك يعني طرابلس والشمال ما عم بصير فيها تحركات مؤيدة للثورة السورية للحراك السوري، وانطلاقا من هذا الأمر عم بيثير حساسيات أخرى على الصعيد اللبناني؟ هلا حرية الرأي وحرية الموقف السياسي هذه لا يخالف فيها أحد، هي المشكلة لو أنها تقف عند هذا الحد ما في مشكلة، يعني لا غضب في ذلك. لكن القضية أن الفريق التابع لإيران ولسوريا يعني عن برنامج وخطة وانتماء يقوم ليس فقط يعني بتقديم مصلحة الغير على مصلحة لبنان، أنا برأيي عنده الاستعداد من الناحية الفعلية. شو بدي من الكلام؟ من الناحية الفعلية عندهم استعداد لإحراق لبنان من أجل النظام السوري ومن أجل هذا المشروع الذي حضرة العميد يعني تكلم بقضية المشروع الخطير، يعني ما عجبه أنه يقول الله يهدي الجميع عن المشروع الخطير. طبعا المشروع الخطير حين حافظ الأسد يؤمن الجانب الكيان الصهيوني عشرات السنين، ربما تكون هناك مقايضة، أنتم تفضلوا خذوا لبنان وأمنونا الأمن بجنوب لبنان. على كل مثل ما قال الدكتور علوش، يعني يريدون النائب النفس في بعض المناطق في حين أنهم في منطقة أخرى يتدخلون بشكل مباشر وبشكل ضمن خطة وضمن مشروع بقتال عسكري معروف ويشرعونه، في حين أننا هنا في الشمال إن كان هناك من يعني مساعدة فهي مجرد مساعدة أفراد، عدد قليل، مساعدة فقيرة، مساعدة هامشية، لا تدخل لا في مشروع ولا في خطة ولا يعني يقوم عليها مجموعة كبيرة فضلا عن جماعة فضلا عن أنظمة. مساعدة أفراد مساعدة من قبل أفراد أو مساعدة من قبل مجموعات، بيّنت أنه في مجموعات حتى أحيانا تذهب للقتال. وين يعني يعني هلا تقول لي مثلا مجموعة الكلخ جمعوا بعضهم من كل أنحاء الشمال وراحوا المساكين أوقعوهم، وبعضهم راح من باب الإغاثة والغيرة على الأعراض، وبعضهم راح أعزل ما عنده سلاح، بعضهم الأكثرية منهم ما عنده أدنى معرفة بالقتال العسكري. هذه أشياء يعني أمور ردة فعل تتصل بأفراد قليلين، لكن منظمات كبيرة وأنظمة كبيرة تدعم هذا النظام. وأنا بستغرب كيف حضرة العميد بيجي بيقول أنه النظام السوري يواجه قوى دولية، يعني إلى الآن هذا النظام العتيد لم يسقط وهو يواجه كل هذه الدول بالعشرات. هذه الدول التي أعطت المهل، هذه الدول التي غطت، هذه الدول التي أعطت الفيتو، هذه الدول التي لم تدعم. يعني برأيك ما في معركة على حقيقية سماحة الشيخ؟ المجتمع الدولي الذي سكت عن كل هذا التدمير والقتل لهذا الشعب وانتهاك الأعراض وتهجير الناس بالملايين، يعني هذا واقف ضد النظام. أنا بستغرب كيف يعني يمكن أن نفسر هذا الكلام. لكن الحقيقة الكلام الخطير الذي قاله حضرة العميد وظاهره حق، لكن أنا أستغرب منه جدا، أراه بأنه يعني كأني بالعميد يريد من الجيش اللبناني أن يسير على خطى الجيش السوري وأن يكون أبناء الطائفة السنية في الجيش مستعدين لقتل أبناء طائفتهم كما يحصل مع الجيش النظامي السوري. معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. لكن هذا يعني مع كل يعني هل من الصدفة أن يقتل واحد واثنين وثلاثة وأربعة في أكثر من منطقة في عدة مناطق
من قبل الجيش، ومع هذا لا نزال نغطي ونغفر ولا نطلب ولا نطالب بالمحاسبة ولا نقول يا جماعة هناك أداء سيء. يعني ما حصل في عرسال تضع يعني الكرة بالعكس هي المفروض تكون، يعني قتل خالد حميد من غير حكم، ولا يصح لهم أن يفعلوا ذلك. حتى لو الأمن قتله فهو مدان، حتى الذي قتله لو كان الأمن فهو مدان، بأي حق يقتله؟ أين المحاكمة؟ أين الحكم أصلا؟ وهل بهذه الطريقة تنفذ الأحكام؟ طيب شو بدك تقول يعني بالنتيجة سمحت شيخ؟ يعني بدك تأكد على مقولتك. الشيخين في عكا، أنا بدي أقول بصريح العبارة الجيش الآن مخطوف، ليس لصالح لبنان، ليس لصالح هو من كل اللبنانيين، لكن ليس لصالح كل اللبنانيين، هو مخطوف لصالح فريق ضد فريق آخر. هذه هي الحقيقة. على قيادة الجيش بس أن كيف تغير. كيف فيك تبدأ هذا الكلام أنه منعرف الجيش يخضع للسلطة السياسية، والسلطة السياسية هي لكل اللبنانيين؟ يعني هذا يعني الكلام على صعيد يعني على الصعيد القانوني وليد، على الصعيد الأمني أو على الصعيد السياسي، لبنان الذي يمسك بمفاصل القوة فيه بمفاصله بشكل عام هو فريق دون فريق آخر. ولبنان خطف لصالح أنظمة خارجية ولصالح مشروع خارجي. ما في سلاح، سمحت الشيخ، ما في سلاح عند الجهتين. ممتاز. أي سلاح؟ السلاح. السلاح الفردي بشق الأنفس الآن يحصل عليه الناس كأفراد بشق الأنفس يحصلون عليه، ليس هناك أي توازن حقيقي في الموضوع. لكن بس على كل حال يعني في غض نظر من القوى الأمنية على الطرفين. حضرة العميد، اولا بالنسبه لا ايش الغض هذا؟ لا ما هو وين غض؟ لا استاذ وليد، ما في فارق كبير، ما في غض على الطرفين. لا يعني هناك ميول واضحه، هناك ميول واضحه بالموضوع. الجيش ليس على الحياد بمعنى الكلمه. عظيم، نعم. بعض كثير من العناصر، كثير من الضباط طيبين ويحبون أن يكونوا على الحياد، لكن في الحقيقة كثير منهم وهم الذين بيدهم القرار هم منحازين. شكرا لك. تفضل. يعني أنا حقيقة دائما عندما تناقش من يبحث عن الحقيقة سواء كان جاهدا أو كان يبذل نصف الجهد دائما تحترمه. أنا أقول لسماحة الشيخ في بحثه عن الحقيقة لنعمل معا لنصل إلى الحقيقة، وبإمكانه أن يبحث عن تلك الحقيقة من أشخاص موثوقين لديه في طرابلس، موجودين سواء في المخابرات وضابط المخابرات في الشمال، رجل واعي ويعرف ويستطيع. شو بدك تقول بالنتيجة؟ لا رح أقول له. فبالتالي أنا فقط في نقطة أساسية للمؤمن على أخيه المؤمن النصيحة، أنصح بالتحري عن الحقيقة بس. بالنسبة إلى الجيش. إيه؟ أما بالنسبة إلى ما قيل عن السعي لتعميم الفوضى، لن أرد بمقولات وبنظريات، أرد بواقعة بسيطة. قطعت الطريق على الجنوب من قبل عشرات الأشخاص في ظرف كان قاسا، شهر رمضان المبارك الماضي والصيف. لو كان هناك من يريد أن ينزلق إلى فتنة لرأيت أكثر من شخص يحتك بهؤلاء، ولو كان من يريد أن ينزلق إلى فتنة في أكثر من مكان لكان انزلق. ولكن نحن نعلم، وقلت ذلك سابقا وأكرره، أن المخطط الأمريكي ضد المقاومة الذي عجز في المواجهة المباشرة يعتمد الآن صيغة جديدة، هو إحراق المركب الذي تقوم فيه المقاومة حتى يغرق المركب وتغرق المقاومة. أي مركب يعني؟ المركب لبنان. ولذلك سواء كان الحريق في الشمال، فأهلنا في الشمال هم لحمنا ودمنا، ونحن نتألم عند كل إطلاق رصاصة واحدة سواء في اتجاه الغرب أو الشرق. ولذلك أدعو أنا بالنسبة لمنطقة الشمال أمور ثلاثة بسيطة جدا. شو هي؟
الأمر الأول أن يتخذ قرار من قبل الجميع أن يسلم الجيش اللبناني بغطاء سياسي كامل كامل المنطقة. نعم. رفع الغطاء السياسي عن أي مسلح ويترك للقضاء اللبناني وللأمن اللبناني أن يتحرك. مش إذا توقفنا شخص بدنا نقطع الطريق. المسألة الثالثة أن نعتمد مبدأ الأمن للجميع على سبيل اللبنانية ولا نعتمد فكرة الأمن لطائفة. لا يمكن أن تحقق أمن وطني اليوم. اليوم مفهوم الأمن إقليمي وعالمي. بدي أعمل أمن طائفي من المستحيل. أما بالنسبة للحوار في نقطة صارت ثلاث مرات من عادي. أما بالنسبة للحوار، نحن دعاة حوار من أجل الوصول إلى أهداف وطنية. هذا الحوار الذي يطلب سوانا الذي رفضه. أما أن يقول هذا توصيف أو ذاك، لا يمكن أن يركن إلى رأي واحد في توصيف حالة. الحالة القائمة الآن ينبغي أن يتم الوصول إليها عبر لقاء الآراء، عبر النقاش. لا يمكن أن نتمسك برأي واحد ونسخة الآراء الأخرى. فبالتالي ندعو إلى الحوار. نحن حتى الآن نعتبر إسرائيل عدونا، وحتى الآن نعتبر أن إسرائيل لا حق لها بفلسطين، وحتى الآن نعتبر أن إسرائيل تهددنا في لبنان. حتى يأتي وقت يقنعنا الآخرون أن فلسطين ليست عربية وإسلامية، ويقنعنا الآخرون أن إسرائيل ليس لها مطامع، ويقنعنا الآخرون بأن القانون الدولي العام يطبق على إسرائيل، عند ذلك يتم الحديث بالسلاح. أما أن يأتي أوباما الذي ينصاع الآن المثلث الإقليمي والثنائي الدولي لأرائه ويقول إسرائيل أقوى دولة في المنطقة وستبقى، وأن إسرائيل عليكم أيها الفلسطينيين أن تعترفوا وأن تتعاملوا وتتآلفوا مع يهودية الدولة، ولم نسمع صوتا واحدا من المسلمين على الكرة الأرضية يرد على أوباما بيهودية الدولة وعلى يرد على أوباما بقوة إسرائيل أنها الأقوى، عند ذلك ليسمحوا لنا ونحن ندعو له. لكن دعوة إلا بالنتيجة أنه مستمرين في هذا الموضوع وفي هذا ندعو لهم أن يهديهم الله إلى الحقيقة. وبالتالي طرحك حول طاولة الحوار مأبنى. خلينا نرجع نكمل أكثر من هيك. نحن لأنه واعيين هالحديث هيدا كله تسوى عن الاستكبار وعن إسرائيل، عم نقول أنه طالما الثقة أنه كل اللبنانيين متفقين أنه إسرائيل هي العدو، ليش ما بيكون هذا السلاح وهذه المقدرات تحت أمرة المجتمع اللبناني السياسي؟ ليش تيكون يعني الدولة ليش تيكون من يرسم السياسات هو الولي الفقيه ونحن مننفذ ومناكل القتل هون على الأرض؟ أنا مني فهمان، أنا صرت حاسس بعض الأحيان بالحديث مقاومة 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 والصواريخ، صرت مفكر أنه الطوب الطوباوي زلزال، الصاروخ زلزال صار طوباوي أو صار قديس. يا حبيبي ما في شيء اسمه مقاومة مقدسة. ما تستعمله لهدف معين لا يمكن أن يكون مقدس. الهدف يمكن بوافقك الهدف قد يكون مقدس. الهدف هو المقدس الهدف. لكن عود الحاس خليني نكمل يا عمي. أنا بدي اطلع هالمعادلة الركيكة جيش شعب مقاومة على مدى الخمس سنوات الماضية لوين وصلتنا؟ هل قدرت انتم مشيتوا فيها كمان؟ اسمعني نحن كحكومة وحدة وطنية، أنا بعتبر أنه هيدا أحد أهم الإخفاقات تبعين 14 إدار، أنك تستدرج إلى محل لأنك ضعيف لأنه ما عندك خيار تاني. أنا بدي أسأل، هل أدمتنا فشخة نحو المزيد من المنعة الداخلية؟ في أقوى من الوحدة الوطنية بمنع عن بلد من قد يكون معك ملايين الصواريخ وبتبقى أنت بالداخل منك مرتاح، بتدل أنت ضعيف. هل بفهم من هذا الكلام أنكم تخليتم نهائيا عن هذه الثلاثية؟ أنا الشعب الجيش المقاومة، أي واحد بيرجع إلى هالمقولة حتى من 8 إدار بيكون عمليا في شيء بعقله. طيب استاذ علي، كنت عم بسمعك يعني حابب انه يمكن تجاوب على بعض ما قاله سماحة الشيخ فيما يتعلق بالواقع الطبلسي وما يحصل هناك، بعدك معي؟ نعم استاذ وليد، في شغله مرقت ولا الشيخ داعي
انه الاستاذ عيد رفعت عيد قال انه طرابلس مثل حمص. هذا الكلام حاخذه انا بحسن النية، ما راح اقول انه تهويل، بحسن النية. الاستاذ رفعت مش هيك قال، الاستاذ رفعت كان في اطار شرح وتقييم للوضع على الحدود بما خاص الازمه في سوريا، تحدث عن تركيا وان الارهابيين الذين دخلوا الى سوريا لن تسمح لهم تركيا بالعوده، والاردن كذلك الامر، اتى الى لبنان ليقول بان مقدر لهم ان يكونوا في لبنان، واني ارى مدنا اذا ما تطور هذا الوضع ستصبح مثل حمص. يعني لم يقصد طرابلس، لم يقل هذا الشيء الاستاذ رفعت. بما خاص موضوع المجازر استاذ وليد، دائما تكرر هذه المقوله مجازر 86. هون انا بدي اقول شيء بهذا الاطار. اولا انا مواليد 83، انا ما بتذكر الحرب الاهليه ولا بحب اني ارجع للحرب الاهليه، والاستاذ رفعت ايضا كمان بضمن انا هذا الموضوع لا يتمنى هذا الوضع ولكن اجبر عليه. علينا ان نستفيد من عظات التاريخ. مجازر 86 ما قامت بها مجموعه من الاحزاب والتي هي اليوم جزء منها حليف لتيار المستقبل، لماذا لا يتم التطرق الى هذا الموضوع والاضاءه؟ اما فيما خاص عن سلموا الى الجيش، انا مع موضوع وحزب مع موضوع كحزب مع موضوع الذي طرحه العميد المحتل، ولكن السؤال يطرح نفسه، عن أي جيش الذي نريد أن نسلم؟ هل الذي يتكلم عنه اليوم سماحة الشيخ؟ طيب نحن كحزب عربي ديمقراطي لا نريد جيشا لنا على غيرنا، نريد جيشا قويا قادرا عادلا ولو على حسابنا. عظيم. طيب انطلاقا من فيما خص موضوع المشروع الخارجي، ايه بنرجع بنحكي عن مشروع خارجي، بس قبل خليني بالموضوع الداخلي. بس اذا بتريد استاذ وليد بدي اضوي انا على نقطه كثير مهمه. هلا برجع بحكيك، بس في موضوع كمان بيطرح حدا مر علي، في كثير اسئله عم توجه لك يعني على الفيسبوك على تويتر. مثلا جاد مصري بيسال هل باستطاعه جبل محسن تحمل عواقب شباب التباني والاسلاميين اذا ارادوا الهجوم على جبل محسن؟ هذا السؤال بحطه برسم الشيخ. برسم الشيخ؟ طيب ايضا في عده اشخاص عم يسالوا الى اين يجر رفعت علي عيد الطائفه العلويه، واي مصير ينتظرها بعد سقوط نظام بشار الاسد؟ رفعت علي عيد مقصر تجاه متطلبات ومواقف ابناء جبل محسن والطائفه الاسلاميه العلويه، سابقينه بخطوات. هو اليوم يمارس دور صمام الامان. انا بدي احكي بس اذا بتريد استاذ وليد بنقطه كثير مهمه. تكلم البعض دائما عن مشروع خارجي واننا جزء من مشروع خارجي، كثير جيد هذا الكلام. انا اللي بدي احكي عن المشروع الخارجي اليوم. بالتاريخ استاذ وليد نحن قرينا عام 1975 قد انقسم اللبنانيون على منظمه التحرير، دون الدخول بالتفاصيل، الى ان اودى هذا الانقسام من بابين مع وضد الى حرب ضروس في لبنان لم تبقي لا البشر ولا الحجر. اليوم الازمه السوريه وتصدير ما يجري في سوريا إلى لبنان سيجرون لنفس الأتون. هناك من ينقسم، هل هو مع الجيش الحر أم ضد الجيش الحر؟ هناك من يريد أن يدعم إكس أو يدعم إيغريك. هناك من يزج لبنان بغلطة تاريخية ولا يستفيد من عظات التاريخ. أنا ابن 1983 أحذر الكبار من هذا الموضوع. نحن نرى وننظر إلى المرحلة المقبلة إذا لم يتم تدارك هذا الوضع عبر تطبيق حقيقي وضبط الحدود أمام كل هذا التمادي والتعديات. إننا لا نريد أن نكرر وأعيد وأكرر تجربة عام 1975. من المسؤول عن ضبط الحدود يا أستاذ علي؟ المسؤول الحكومة، الدولة اللبنانية، بغض النظر عن شخص الرئيس ميقات الذي نحب ونقدر ونحترم ونجل. الحكومة نأت بنفسها عن الأمن في لبنان، نأت بنفسها عن الحدود، نأت بنفسها عن المشاكل الداخلية إلى وفي عهدها 10 معارضة. لا، اللي تنأت بنفسها عن الأزمة السورية، ما قلت إنه بدها تنأى بنفسها عن الأمن اللبناني وعن الحدود. يعني هذا نأت عن كل شيء، ما هي هذا تأويل لمواقف الرئيس ميقاتي. أستاذ وليد، نحن قلنا كنا مع سياسة النائب النفس ورحبنا فيها أشد ترحيب، على أساس بأنها ممكن أن تجنب لبنان من الأتون الذي يجري في سوريا، على قاعدة أن لبنان لا يستطيع تحمل ارتدادات هذه الأزمة. اليوم هناك نائب النفس عن الحدود كما قلت وعن الأمن في لبنان إلى أن وصلنا إلى هذا الدرك. نحن لا نريد أن نعود بالتاريخ إلى الوراء أستاذ وليد، نريد أن يوضع حد لهذا الموضوع. مادام ما بدك ترجع إلى الوراء موقفنا. خليني بعد بدي أسألك سؤال أخير جاي كمان على الفيسبوك من غادة أرناؤوط، تسألك لماذا لا يفكر رفعت عيد بالمصالحة مع جيرانه في المدينة بدلا من المغامرة بأبناء طائفته ومذهبه؟ ليس هناك أي مغامرة بأبناء طائفته، وجوابا على المصالحة، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. يعني بطلتوا مؤمنين بالمصالحة؟ صالحونا أستاذ وليد، صالحونا وسرقوا لنا نقبان، واحد أخذ 1% و2% شو هالمصالحة؟
صالحونا فتحوا لنا 10 معارك، شو هالمصالحة هي؟ سماحة الشيخ استغرب، رمتني بدائها وانسلتي. شو بدنا نجاوب؟ شو بدنا نقول؟ خلينا الأستاذ فضة يعني تكلم بكلمات، لما نسألته قال خلي الشيخ يجاوب. طيب أنا بسأل، لا شيخ أنا بسبعة أيام. أنا اللي قصدي أقوله إذا بتريد، أنا قلت خليك تجاوب على هذا السؤال، أنه ينقونا أنه ندير بالنا من شباب باب التباني. نحن دايرين بالنا من كل أهلنا بطرابلس وعلى مسافة واحدة من الجميع، ونقدر ونحترم الجميع. أنا رديت هذا السؤال لألك سمحت الشيخ لحتى لا لا جوابك. ما في مشكلة، ما في مشكلة، أنا حجاوبك. أنا بقول لك بالتأكيد لو أننا أردنا، لو أننا نريد أن نأخذ الجبل هذا لا يصعب علينا بإذن الله، لا قديما ولا حديثا، لكن هذا طبعا سيكلفنا مواجهه مع الجيش. شيخ بلكلاشة بخلاف خلينا نسمعه دكتور علوش. لو اردنا باذن الله ان ناخذ الجبل لن يكلفنا كثيرا، لا من الوقت ولا من الخسائر باذن الله عز وجل، لكن نحن لا نتعاطى بهذا الطريق. شيخ ما تقول عم تقول ما في سلاح معكم السيد عم، واذا يعني انا لحظه، نحن ما انكرنا انه في سلاح فردي، ونحن منا بحاجه لاسلحه ثقيله حتى نيجي ناخذ الجبل، مش انا حلق شغلي. انا عم اقول نحن هذه ليست طريقتنا، ولا شكرا ولا نريد ان نفعل ذلك. اضافه الى اننا لو اردنا ان نفعل ذلك قد نصطدم حينئذ مع الجيش، بخلاف ما حصل في 7 أيار، فقد احتل بيروت من احتل، واعتدى على الحرمات من اعتدى في بيروت دون أن يتدخل الجيش، لكن هنا أنا بالتأكيد سيتدخل حينئذ الجيش، ونحن حريصون على أن لا نقع في صراع مع الجيش، ألا نقع في صراع. أستاذ علي خلي كمل الشيخ برجع بعطيك. حريصون ألا نقع في صراع مع الجيش، هذا الجيش الذي يعني دائما ما بدي اقول دائما 90% من اخطائه تحصل مع الطائفه السنيه ومع مناطق معينه، في حين انها هذه الاخطاء لا تحصل في مناطق اخرى. لذلك انا اقول واصر على ان هذا الجيش، على قياده الجيش ان تنظر في تعديل وضع الجيش حتى يبقى الامر معقولا ومقبولا، ولا ننتم بعد ذلك. هيبة الجيش يا جماعة يا سمحت لا يمكن يعني أن تتحقق تاخد على حساب كرامة الناس. اسمح لي بس أنه عم ترجع تاخد الموضوع إلى المؤسسة العسكرية، علما أنه منه هذا موضوع البحث، يعني عم يطلع لا هو كان لا هي والله الموضوع، هي مشكلة كبيرة الموضوع صارت، الموضوع الأساسي مشكلة كان يتعلق بأمر تاني، يعني العلاقة فيما يتعلق بمنطقة طرابلس بهذا الشأن. دكتور علوش كمان بدي، ما هي مشكلة الجيش، ما هي طيب لحظة يعني خليني أكمل لك يعني بالنسبة لك، بس إذا بدك تجاوب على تكلموا عن التكفيريين. أستاذ علي جعل طرابلس مدينة تكفيريين، ماشي؟ لا أبدا أنا ما قلت هذا الشيء شيخ، إذا بتريد ما قلت مدينة التكفيريين. قبل ما يحكي من الدكتور مصطفى لا بدي أنا قلت هناك قلة تسيطر على هذا على هذه المدينة، طيب على كل حال من أهل هذا المدينة. عظيم، هو وضح حين قيل لك قلة، فقلت لماذا إذن لا يتدخل الجيش وينهي الموضوع. على كل الشيخ المعربوني مثلا أين وضعه؟ الاعتداء على المشايخ أين؟ ما أنت ما عم كلمك لألك أنت يا أخي، عم تكلم عن الوضع بلبنان، لماذا يحصل ما يحصل في الشمال وغير الشمال. أنا أقول أنادي الجميع بالعدل، ليس فقط بالقوة، بالقوة مع العدل يحصل الأمن، أما بالقوة على حساب العدل لا يحصل أمن. عظيم دكتور، لا يمكن طيب أن يحصل عظيم الأمن. وصلت فكرة سماحة الشيخ، على حساب الطائفة السنية بتربحونا مني أن طائفة كبيرة وبعدين بتكون وضحت فكرة سماحة الشيخ. نقطتين سريعين جدا. نحن مواطنين لبنانيين متساوين، نتنافس في من يقدم للبنان أكثر، ولا نتظاهر بالقوة واحدنا بوجه الآخر. أنا أعتقد أن سماحة الشيخ لا يريد أن يهدد، وطبعا
في موقعه الديني ومقامه المحترم لا يريد أن يهدد، أنا هكذا فهمت فقط للتوضيح للمشاهدين، وهو لا يريد أن يهجم ولا يريد أن لا لو يعني عم يطرح الاحتمال حتى الاحتمال أنا أعتقد أنه ليس في ذهنه لأنه هذا ليس موضوعنا نحن الحل حتى الاحتمال رفضوا هذا ليس موضوعنا نحن موضوعنا كيف نحمي لبنان وأي نار بين عضو وعضو في لبنان هو في خدمة المشروع، ولا أعتقد أن سماحة الشيخ بهذا الوارد حتى لا تفهم. النقطة الثانية بالنسبة للجيش اللبناني، الجيش اللبناني هو جيش وطني ليس مخطوفا وليس فيه أي ما شيء يجعله خارج السياق، وأنا أدعو سماحة الشيخ بكل يعني محبة الآن أدعوه بكل محبة إذا لديه أدعوك يعني سماحة الشيخ بكل محبة أن إذا كان لديك من ملاحظات ونحن نثق بقيادة الجيش أنها تصغي وفي قيادة الجيش من هم يتابعون، أنا أتمنى على سماحة الشيخ أن ينظم لائحة بملاحظاته وأنا على ثقة تماما أن قائد الجيش حاضر للاستماع وأن مدير المخابرات حاضر للاستماع ويناقش هذه الأمور ولا نقع مطلقا في مثلبة التحذير الإلهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة أو إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فعلينا أن نتبين. قد يكون سماحة الشيخ في موقعه الديني في مكان يأتي إليه من لا يعرف، عليه بالتالي يستطيع أن يعرف، وهذا ما قلت قبل قليل أن يتبين الحقيقة هذه الملاحظات يستطيع أن ينظم بها لائحة وأن يناقشها مع قادة الجيش اللبناني، وأنا على ثقة 100% أنه سيخرج مرتاحا. دكتور علوش هل بحثتم مثل هذه الأمور؟ نحن ما بدنا نستمع بدنا نصحح يا حضرة العميد، نحن بدنا نصحح ما بدنا نكتفي بالاستماع. لا 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 ما معقول يعني اللي بس عرض بس هي سماحة الشيخ كمان الاستماع هو إذا بدك الخطوة الأولى إذا كان هناك صحيح من انتقادات طبعا يعني رفعنا الصوت بدك تبلش من مكان إذا عندك بعض هذه المآخذ أو بعض هذه الاعتراضات وصلت الفكرة حتى وصلت الفكرة الجيش وصلت الفكرة ورفعنا الصوت نذهب إلى قيادة الجيش وأنا أكيد أنها تسمع وأكيد أنها تصغي. دكتور علوش أبي الحياة لما وأكيد أنها لا تستجيب إلا أن يشاء الله، أكيد أنها لا تستجيب، لذلك أنا أقول إما أنها منخرطة أو أنها لنجرب أو أنها مهيمن عليها لنجرب راجع. لنجرب سماحة الشيخ بدي أجرب على تصور أنه وصلت نجرب خلص واضحة نجرب لكن دكتور يعني الآن الدكتور مصطفى ذكر القصة التي أنا ذكرتها كذلك، التدخل الرابع أطلق الرصاص على عزل برأس المنهج، من تحرك؟ من تحرك؟ من فعل عندوش. شيئا؟ خلص واضحة واضحة سماحة الشيخ حتى مديرية المخابرات في الشمال واضحة واضحة يا سماحة الشيخ غير المقدم عدرا عظيم الله يجزيه خير إجا حضر وحل مزيد من المشكلة والمجازر. تفضل دكتور عندوش لكن القيادة الفعلية أين هي؟ لا يمكن يعني لا يمكن قتل يعني اسمح لي سماحه الشيخ بس اسمح لنا يعني بدنا نسمع بقى الدكتور علوش خليني اكمل فكرتي يلا عفوا دكتور ولا يهمك انا بس بدي احكي وانت عم تحكي اكيد لا 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 ما هذا اقصد انا ما الحق عليك يعني نحن كمان نحن بعاد عن الاستديو ما عم يصح لنا نتكلم الا قليل حتى الاستاذ علي انظلم كمان يعني حتى يلا نكون عادلين لكن القضيه حضره العميد عم يعطي فكره جيده وهو أنه يجب أن يكون يعني الجيش يحمي الجميع والجيش وطني وإلى آخره. حقيقة أنا أشكك في هذا الأمر يعني هل هو مبرمج على الظلم مبرمج على لا سمحت الشيخ يعني لا ما فينا نقول أنه نشكك بوطنية الجيش لا في عم يصير في قتل في لا ما عم شكك بوطنية الجيش لا بلا هلأ قلت هيك يعني كمان أنا قلت يعني اسمح لنا يعني أنه ربما مسموح بعض الانتقاد مسموح بعض الملاحظات لكن ليس مسموح تخطي الخطوط الحمر في هذا الشأن ماشي ماشي طيب أنا عندي علامات استفهام عظيم طرحنا سماحة الشيخ واحترمنا طرحك ليش القتل يحصل بالمينا وبطرابلس وبالتبين وبوادي خالد سمعناهم يا سماحة الشيخ سمعناهم لو عدة نظر وبعكار وبيقتل المشايخ هذا ماني طبيعي هذه وين الوطنيه فيها وين الوطنيه طيب خلينا نسمع بقى الدكتور علوش بهالموضوع اول شيء لا يمكن التعميم بكل شيء اوكي المؤسسه
بالأساس ما في شيء اسمه مؤسسة مقدسة، يعني حتى مؤسسة الجيش ليست مقدسة. البلد حتى والوطن، حتى المؤسسات الدينية يعني ما فيك تعتبر، ما فينا لأنه في أشخاص بالآخر يخطئوا وهذا. صح. والشغلة الثانية هي كمان لا يمكن التعميم أنه كل الناس وطنيين، لأنه عمليا خلينا نعطي منظومة مثل حزب الله حديدية وعقائدية فيها عملاء اكتشفوا أعدموا بقرارات ميدانية ومحاكم شرعية بهالمحل. هذا المسألة الأساسية، أنه الشيء الأساسي نحن عندنا قناعة تامة بكل مكوناتنا أنه هذه المؤسسة هي دائما وقت اللي بتفرط معناتها البلد كله تفرط. صح. فلهيك نحن بالنسبة لنا للحفاظ على المؤسسة يجب أن يكون هناك محاسبة، ويجب أن يكون هناك، وهلأ من بعثنا المسألة مع القيادات الأمنية ومع قيادة الجيش كان الرد أنه نحن عم نقوم بواجباتنا بهالخصوص، لكن ما فينا نعلنا حفاظا على المعنويات. صح. هذا القانون العسكري. مش القانون. أنا موافق، أنا ما لكن المشكلة الأساسية هي أستاذ وليد تكرار المأساة مرة واثنين وثلاثة. برجع بقول لك للأسف أنه الوضع القائم كمان بدك تأخذ وضع العسكري اللي موجود اللي هو قد يكون يعني أعصابه منا كتير حاملته، وهيدي كمان شغلة بالآخر بشر هون، وحدثت عدة حوادث بها من هالنوع. هيدا الأساس هو ضروري بهالحالة هيدي، على الرغم معنويات الجيش على راسي وعيني، لكن أنت أهم من المعنويات هي كيف أنك كمان تعيد الثقة مع الناس. المواطن بقال اللي صار ضده الخطأ، إذا كان عليه الخطأ يجب أن يعلن ويتحاكم، ما ينترك، ما ينبعث بسيارة وبيروح على بيته. إذا شادي مولوي كان غلطانين معه ما بيبعثوا بسيارة يعني عمليا إذا كان هيك، ولا العكس أيضا كمان مقبول. المفروض كمان المواطن يعرف أنه هذه المؤسسة محترمته كإنسان ومحترمته لحياته، واللي عم يخطئ بحقه عم يتعاقب. صح. على صح. كل حال بتصور أنه هالكلام فيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية نحن رجعنا في المؤسسة. بس دكتور حطيب، وإنما بعد فاصل إعلاني أخير لهذه الليلة. نعم. استاذ علي، رح ابدا ختام هالحلقه معك، بدي اسالك هيك سؤال بتمنى انه اجابه سريعه عليه. برايك الى اي حد يمكن ان يصمد او ان تصمد هذه الهدنه يلي اتكرست قبل يومين بين جبل محسن وباب التباني؟ استاذ وليد، اولا بس بدي اشير بايجاز، بس بسرعه ما عاد معنا وقت، تفضل. اذا بتريد بايجاز، في دائما الجيش لما بده يفوت بده ياخذ تدابير وبده يرمي نار على الطرفين الا ما يحدث اي خطا، ولكن نحن المطلوب انه نقدر هذا الدور. نحن الجيش استشهد عنا شاب اسمه محمد عيدي بنيران الجيش، والقواص بعده لغايه اليوم عم يتعالجوا، ونحن ما صعدنا بهذا الموضوع انه نعلم تماما بانه هناك دور للجيش المطلوب انه ياخذه، وعالجنا هذا الموضوع مع الجيش بكل طيب خاطر دون ان نزوج بهذا الموضوع على شاشات التلفزه وبالاعلام، حرصا منا على هذه المؤسسة. فيما خص موضوع الهدنة، هذا مرتبط بالتطورات ومرتبط بما يعني بين مزدوجين، مرتبط بالخطاب وبما يستجد على الساحة. نحن دائما نتأمل خير، دائما نراهن على أن هناك عقل سوف يستشري ويسيطر، دائما نرى بأن هناك من سيستفيد من العظات، دائما نراهن على العقلاء، هذا هو رهاننا. لا نتفائل بالشر، نتفائل بالخير على قاعدة التفائل وبالخير تجد. أستاذ علي فضة، بدي أشكرك لأنك كملت معنا أو استمريت معنا بهالحلقة. أيضا بدي أسأل هون الشيخ داعي الإسلام الشهل، إلى أي حد انطلاقا من الوقائع الميدانية هو متفائل بالواقع في طرابلس وفي الشمال عموما؟ إذا أردنا أن ننظر إلى الدائرة الأوسع لا تفاؤل حقيقي، إذا أردنا أن ننظر إلى الدائرة الأوسع لا نستطيع أن نتفاؤل، وبخاصة أن طرابلس يراد أن يجعل منها مكسر عصا، أنها هي المعقل السنفة من الطبيعي أن يفكر الفريق الآخر بكسر هذه الشوكة السنية في طرابلس ومن ثم في كل المناطق السنية. أنا لست طائفيا لكن أتكلم بالحقائق والوقائع، وفرق هناك كبير بين أستاذ علي حين قال هناك فرق كبير بين أن يقتل مدني أعزل في غير منطقة القتال وبين أن يقتل عسكري في منطقة قتال. هذا أمر. الأمر الآخر، أنا لم أقل عن الجيش
وأطلقت بأنه غير وطني. كنت أرد على حضرة العميد حين يعني جعل شعار أن الجيش وطني كأنها حجة للوقوع في أخطاء، وهذه الأخطاء تتصل بقتل، ليس فقط في هدر كرامات. يعني حين نتساءل نحن بتجرد، يعني لا يصح أن تكون هيبة الجيش على حساب كرامة الناس، وهذا حصل. يعني هناك خلص سمحت الشيخ، عم نختم يعني ما بدنا نرجع. هودي صدوا واضحين، بدي لا حتى تتاكدوا. لا انا لا كذلك، انا منصف، انا انصف الاخرين ويجب كذلك ان انصف. انا قلت هناك اختراقات وهناك هيمنه. طيب شكرا لك. بدي اتلقى هلا اتصال من السيد سعد المصري، وهو طبعا من باب التباني. مساء الخير سيد سعد. شكرا لك. يمكن عم تستمع الى هالحلقه وعندك ملاحظه على بعض ما وردت فيها. مضبوط. زهير، اول شيء حكيته انت مسألة السلاح، انا بتمنى عليك انه لما بدك تسال السؤال رفعت عيد ما له علاقه بالسلاح، بدك تسال معلمه بالشر اسد. هي اول شغله. نحن كشباب التبانه وك بطرابلس يعني مثل عدينا نسلم سلاحنا، اذا هن بيسلموا سلاحهم نحن اجمالا معنا سلاح فردي، ونحن هذا جايبينه لندفع عن حالنا فيه. نتذكر خلقنا وعينا على الدين المجد اللي عملوها فينا، اغتصبوا النسوان وقتلوا الاولاد، و يعني صار عندنا خوف منهم. وهن عم يتلقوا جندات خارجيه، شو بيطلب منهم؟ النظام السوري بده ينفذ هون على ارض لبنان، بيقول له افتح معركه بيفتح معركه، بيقول له سكر معركه بسكر معركه. وشغله ثانيه بدي اساله سؤال، الشاب اللي انضرب 20 60 على طلعه الشمال، مين هذا؟ بس للمواطنيه، بس لعنه شلحوها هويته ولقوا عليه مكتوب مسلم سني، ضربوه 20 60. يعني برايك هلا بس ترجع لموضوع انه جبل محسن باب التباني، يعني برايك هلا هالهدنه هيدي معقوله انه تصعد او ما تصمد؟ هيدي الهدنه برسم النظام السوري، النظام السوري بس ينحشر شوي بسوريا بيطلب من رفعت عيد ومن عملائه هون نفتحوا معركه بطرابلس، نفتحوا معركه بلبنان اللي معروفه هيدي. نحن بدنا نعيش، نحن ما بدنا معارك، بس نحن عم نفرض علينا ننزل ندافع عن ارضنا وعن ارضنا. نحن ما بدنا معارك، نحن والطائفه العلويه ما في مشكله بيننا وبينهم، نحن مشكلنا مع الحزب العربي ومع هذا السفاح رفعت عيد. السيد سعد المصري بدي اشكرك كمان على هالاتصال، وطبعا ما بوافقك على هالتوصيف يعني السفاح، لانه الامر بده يكون في نوع من انواع انه التعاطي ب اذا بدنا نقول يعني بالتخاطب الاعلامي في مسؤوليه فيما يتعلق بهالموضوع هذا. عميد كمان نختم معك هالحلقه، حكيت كثير عن موضوع انه الاجنده الامريكيه من بعد زياره الرئيس باراك اوباما، ماذا يعني هذا الامر على الصعيد العملي؟ حكيت ايضا عن فتره 3 أشهر يلي هي انه فتره ربما حاسمه بالنسبه الى مسار الامور في سوريا، هل هذا يعني انه دخلنا اذا امكن القول في المرحله قبل الصفر وبالتالي بالمرحله الشديده الحساسيه والتاثير على الواقع اللبناني؟ نعم، بهذا الاطار نستطيع ان نقول اننا في الاشهر الثلاثه التي تحدد الاتجاه النهائي. وكانت هذه المرحلة مقدرا لها أن تكون مرحلة مفاوضات، لكن بنتيجة الجولة التي قام بها جون كيري تم التأجيل من أذار إلى حزيران، فجاء أوباما ليحشد المنطقة ضد الدولة السورية، وهذه الدولة التي يتصور البعض أنها قاب قوسين أو أدنى من السقوط، نحن نراها خلاف ذلك، فالنظام السوري لن يسقط، ونحن لذلك ننصح بعده قادر على الصمود. نعم، لن يسقط والدولة السورية لن تسقط، بس كمان بعده قادر هذا النظام ان يحكم. قد يكون، نعم قد يكون هناك ثمن باهظ، قد يكون هناك ثمن، لكن هذا النظام لن يسقط. وبالتالي نحن لان هذا البعض المراهنات على هذا السقوط وذاك، نحن نقول اقلعوا عن هذه المراهنات وتعالوا لبنانيين نبني وطنا ولنحيد هذا لبنان، وتعالوا بس مين ما عم بيحيد يعني، حتى حزب الله عم يعترف. انا ببساطه يا جنرال، حتى حزب الله عم يعترف انه عنده مقاتلين في الداخل السوري. واؤكد صاحب طرح من سنه ونص قلت ارسموا خط عرسال طرابلس، شمال هذا الخط اعلنوا منطقه عسكريه، واذا عندكم شك بقياده الجيش او عندكم بالجيش انا بطمنكم الجيش وطني، الجيش يملك أجهزة عقابية، فإذا ارتكب شخص أي خطأ. شو قصدك خط عسكري يعني؟ خط
منطقة عسكرية، منطقة عسكرية يتولاها الجيش، ولنثق بهذا الجيش. أنا أطمئن كل لبناني أنه في حضن الجيش يكون آمنا، وإذا كان لديه ملاحظات الجيش لديه ما بدك كان يكون في تلسيم حدود هون. نعم الجيش لديه لو وافقت السلطات السورية أو النظام السوري على موضوع تلسيم الحدود، الجيش لديه منظومة عقابية تعاقب وتصلح ذاتها، وبالتالي ليسلم الأمر للجيش ولا نتكلم بلغة علوي وسني وشيعي وماروني، لنتكلم في العام لغة لبناني يجب أن نحفظ، لأن الحريق سيغرق المركب، وفي الخاص الإسلامي لنسقط إنما أمتكم أمة واحدة، وبالتالي لنسقط هذه المذهبية ونتكلم كمسلمين خاصة من قبل رجال الدين المسلمين. ولهذا السبب أنا أقول أن المنطقة قابلة في الأشهر الثلاثة المقبلة على منطقة حرجة. نحن بإمكاننا أن ندخل نفسنا في أنفسنا بالنار ونحترق ونندم، أو أن ننأى بأنفسنا وعند ذلك نساهم في إطفاء النار. هل سقطت نظرية النائي بالنفس مع سقوط حكومة أبائيس نجيب ميقاتي؟ بالأساس مثل ما حكينا ونرجع ردد أنه عملية النقل النفس كانت نظرية، ولكن على التطبيع على الأرض لم تكن موجودة لا رسميا ولا على المستوى الشعبي. الشيء اللي بأكد عليه أنه أنا موافق على القسم الأخير اللي قاله العميد ثلاثة شهور اللي له علاقة بمسألة أنه كيف نطلع من قصة التعسكر بمنطقة الطوائف ونرجع نفكر بهالبلد، وهذا سبب تاني لحتى نرجع على الشيء اللي قلته من شوي، العودة إلى الحوار بشعار واحد، كيف وضع كل إمكانيات القوة بإيد الدولة اللبنانية. الشيء الأساسي المستغرب هو الإصرار على عدم سقوط نظام بشار الأسد وربطه بالدولة. الدولة السورية شيء حبيبي، والكيان والشعب هذا شيء، أما النظام ولك في ألف نظام قبله راح، خلينا ما ننسى نابليون راح وهتلر راح ونظام الشيوعي العظيم ونظام الشيوعي راح، خلصنا من هالمقولة أنه مين قال ما حيروح، بده يروح مبلا، إذا ما اليوم بكرة بعد بكرة هذا نظام خارج الطبيعة، لا يمكن أن يستمر نظام من هالنوع، هذا هدفه بس أنه يبقى بالحكم ويعمل التسويات على مختلف المستويات، ويا ريته حقق أي إنجاز واحد على المستوى الشعارات. طب اللي التدعيات، هل أنت متخوف من تدعيات داخلية بالنسبة للتدعيات؟ أنا أتهم هلأ أوباما أو والمنظومة تبعته بإطالة عمر النظام، لأنه إطالة عمر يعني النظام يعني اثنين في اتهام مزدوج، إطالة يعني عمر النظام عم تؤدي إلى دخول عناصر فوضوية أكثر وأكثر على داخلها، وعم تؤدي إلى انهيار الدولة ومؤسساتها بسوريا. وأنا أخشى من هذه المرحلة أن لما بتوصل الثورة بسوريا منتصرة. بالنسبة للواقع اللبناني عندك خشية من تداعيات ما يحصل؟ الإصرار والتمادي بإقحام نفسنا بالواقع السوري، وسببه الرئيسي برجع الإصرار على دفاع عن هذا النظام بأوامر عابرة للحدود، بأكد أنه قد يفتح حدودنا بمرحلة من المراحل إلى مختلف الاحتمالات، وأنا ساعة أخشى كل الخشية على بقاء لبنان بالشكل اللي هو فيه. دكتور علوش بدي أشكرك على هذا اللقاء، أيضا دكتور حطيت بدي أتشكر أصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة بموضوعية، طبعا لقاءنا يتجدد الاثنين المقبل، تصبحون على خير.